السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج أفريكان شو على قناتكم الشروق الإخباري. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على كرة القدم الإفريقية، كأس أفريقيا 2023، وأيضا مشوار المنتخب الوطني الجزائري الذي توقف للأسف عند الدور الأول من الكان مرة ثانية في ظرف 3 سنوات، بعد نكسة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، بعد خيبة أيضا عدم التأهل إلى كأس العالم سنة 2022 في مباراة مصطفى تشاكير الشهيرة أمام المنتخب الكاميروني. مرة أخرى جمال بالماضي والمنتخب الوطني يخيبون آمال الجزائريين المعلقة والتي كانت كبيرة على هذا المنتخب من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في كان كوت ديفوار. كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن الأمور السلبية طغت على الأمور الإيجابية في هذا المشوار، والمنتخب الوطني الجزائري دفع ثمن خيارات خاطئة وتعنت أيضا من قبل جمال بالماضي في خياراته التكتيكية وأيضا تعامله مع العديد من الأمور التي ترتبط بالمنتخب الوطني الجزائري واللاعبين. سنتحدث مشاهدينا الأعزاء عن بيان أيضا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صالح الذي أكد من خلاله قبل حوالي 3 ساعات من الآن بأنه توصل لاتفاق نهائي وودي مع جمال بالماضي لإنهاء العقد وإنهاء الأمور بينهما بشكل نهائي. صادي أيضا وعد الجماهير الجزائرية بأنه سوف يعمل ويعيد الأمور إلى نصابها، وأيضا تغييرات جذرية وعد بها الرجل الأول في مبنى دالي إبراهيم. سنتحدث أيضا مشاهدينا الأعزاء عن مباراة اليوم الخاصة بكأس أمم إفريقيا. كل هذا في بلاطو أفريكان شو رفقة ضيوفنا الكرام. نرحب بسعيد كناوي، أهلا وسهلا بك سعيد. أهلا وسهلا أخي إبراهيم، وأهلا وسهلا بالإخوة الأعزاء، وأهلا وسهلا بالجمهور الجزائري العريض. مرحبا بك سعيد كناوي. نرحب أيضا بحاج عدلان محلل قناة شروق، أهلا بك. مساء الخير إبراهيم، مرحبا بك، وحشناك شفناك، انت خلينا كاليفي راك جيتنا إليميني، سبحان الله، إن شاء الله نكونوا في الموعد. شفت الدنيا يا حاج عدلان، زملاء الشيخ وين كنا وين ولينا، سبحان الله. اليوم حلو، اليوم ملح، اليوم زقوم، إيه وعرادي وعرف الشيخ. الله عليك ياسين، مرحبا بك تاني ياسين، خلينا كاليفي. آه شيخ ما زال تحت الصدمة حاجة عدلان سعيد كناوي. إنوي أجيتي صدمة، صدمة كبيرة، صدمة كبيرة، خيبة كبيرة، وخيبة كبيرة، وباش نرجعوا للطريق الصحيح طريق طويل. أنا ولا غير صراحة أنا بديت البلاطو الآن ماني ما زال نسنك شو واحد يفطني، يعني نقول بالك رانا نحل كش منها، ما كش منها، لأنه كل المعطيات خاصة في هذا الكان حاجة عدلان سعيد كناوي كانت تقول بأن المنتخب مستحيل، مش ما نقولش يروح بعيد، يقصى من الدور الأول. كلمة في كلمة واحدة، المشكل الكرة الجزائرية كانت تصنع التاريخ، الكرة الجزائرية والآن صبحوا يصنعوا بنا التاريخ، موريتانيا دخلت التاريخ بالجزائر. سنتكلم سعيد كناوي عن خيبة المنتخب الوطني الجزائري. نرحب أيضا بمحلل قناة الشروق عبد الكريم بيرة، أهلا وسهلا بك. وبيك سي إبراهيم والإخوان والجماعة اللي راهم مار انفيزيبل والناس اللي راهي تتبع فيها. أنا تاكلين عليك بزاف اليوم. والله التوكل، أنا جيت باش نحل لك أنا لي 52 ماتش. كما قال الحاج واحد الكلام هذا على بالك يوزن بزاف في الشعبي، يوم حلو يوم مالح يوم زقوم، اللي مجرب الخساره ومجرب الربح ومجرب، وكي يكون يربح ما يخرجلوش العقل، وكي يخسر ما يريبش. انا كلامك هذا عجبني كي قلت لي جيت لهنا باش نحلل اكثر من 50 مباراه في كاس امم افريقيا، عكس كلام ياسين معلومي اللي باين راه متاثر جدا الحق به، وين يقول لي ما نزيدش نجي البلاطو. مساء الخير، خسروا لي كيف ناسيونال، مساء الخير لكل المشاهدين. لا انا لي، انا لي انت، انا لي كجزائري كاس افريقيا لي انتهت بالامس، رايي الخاص ما زلت احترم، نحترم، لا نحترم الاخر، لا لا، ولكن هذيك ما يقول لك النكهه، هذه نكهه كره القدم. كنت سنه الاقصاء ياسين معلومي؟ لا ما كنتش سناها. مستحيل مستحيل، خاصه مع اللاعبين. مستحيل، لا لا ماشي مستحيل، أنا لما مستحيل، لا لا، لما تشوف، لما نشوف الحاجة ياسين، لما تشوف الثلاث مباريات اللي تلعبوا دير حوصله وحدك. انا ما ندخلش، كنا اقرب من، انا ما ندخلش اكثر من، على بالك علاش خيبه الامل ديالو، انا نقول لك علاش.
هو يعرف الاسماء تاع اللاعبين الجزائريين، الاخرين ما يعرفهمش. دونك كان يقدر يتكلم حتى في الجانب التكتيكي، شفتوا عطانا بعض المعلومات ممتازه. اليوم ما يعرفش الفرق الثانيه، راحت له لا تكتيك، راح له الكلام، راح له كل شيء، كلام واحد الكلام حتى لا لا لا. شوف هذه ربما عندك الحق، بصح الحاجه المهمه انه لما المنتخب الجزائري الامكانيات هذو والتحضيرات هذو، ربما منذ الاستقلال، جو دي بيان منذ الاستقلال، وكما يقول كي جو باز بيان ميمو، ما تزيد الناس لا 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 يا سنة خليني نهضر يا ما تزعفش يا عمي سعيد. شوف منذ الاستقلال ما كانوش امكانيات تمدوا للمنتخب الوطني مثل هذه الدورة. كاس العالم 2014 ما راحوش امكانيات كيما هذو، من جهه. من جهه ثانيه اليوم منتخب الوطني قبل ما يقلع 16 تاع طوغو، استغفر كلش ما انا راحت لي سيرفور راحوا، لي كويزيني راحوا، كلش كل حاجه موجوده. ولا المنتخب ربما المتواجد في واسمه في كاس افريقيا هذه دا واسمه هذه الامكانيات، بغيت نخرج انا يعني في الدور هذا بالطريقه هذه. لا طيب ماشي لي كويزيني اللي لعبوا لي بيلوت واش عليه بصح الامكان لي صام دو ميناج ظروف ظروف العمل ظروف التحضير ايضا تلعب دور كبير. حب يقول لا فيديراسيون تنظيم واش عليه تسمى لا فيديراسيون في لورغانيزاسيون تاعها ليكيب ناسيونال هذا من 2010 وارواحها لاكومبانيومون تاع هاد لي ديتاي هذا كامل تندار في المنتخبات الكبيره. منتخب اونغو منتخب ركبوه في العالم الاحتراف. منتخب انغولا اللي احتل المرتبه الاولى يا الحاج، أزمة مالية خانقة، لو كان ما عرضوش الكونغو في دورة في الإمارات كان ما عندوش باش يخرج. الدولة الكونغولية مدوا إمكانيات رياضة واحدة أخرى على حساب كرة القدم، ويجوا واسمو المنافسة هذه يحتلوا المرتبة الأولى وحنا نتفرجوا. زيد لك ياسين اللي ربحونا البارح المير في جوار تاعهم وين يلعب؟ يلعب رون بلاصون في شاتورو تروازيام ديفيزيون، يلعبوا في بطولة بطولة تاع رانا هنا حاج عدلان لندرس أسباب الإخفاق في أفريقيا 2023 بكوت ديفوار. مشاهدينا الأعزاء، الحدث صنعه اليوم أيضا وليد صادي من خلال ما نشره على حسابه في موقع تويتر. مشاهدينا الأعزاء مع ركن الحدث. صادي يؤكد تواصله لاتفاق ودي مع بالماضي لفسخ العقد بين الطرفين ويعد الجمهور بتغييرات جذرية. نتابع ما نشره وليد صادي عبر تويتر مشاهدينا الأعزاء في هذه الصورة. صادي قال: اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بالماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المرة، وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم. وأضاف وليد صادي: نشكر المدرب جمال بالماضي على كل ما قدمه للمنتخب، ونتمنى له حظا موفقا في بقية المشوار. كانت هذه هي الصورة الأولى لوليد صادي. أضاف قائلا أيضا وليد عبر تويتر وقال: نجدد اعتذارنا لعشاق المنتخب وللشعب الجزائري، ونعد بتصحيح أخطاء الماضي بهدف واحد هو إعادة القطار إلى السكة وتجديد أيام التألق والانتصارات للكرة الجزائرية. المنتخب يحتاج تضافر جهود الجميع وأولهم جمهوره الوفي دعما ومساندة كما عهدناهم دائما. دمتم أوفياء لمنتخبكم، تحيا الجزائر. كانت هذه هي رسائل وليد صادي. نعيد الرسالة الأولى لأنها الأكثر أهمية، فيها تحدث عن لقائه مع الناخب الوطني جمال بالماضي. قال: توصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم. سعيد كناوي فك الترابط بشكل ودي، هذا واش كنت تسنى أم ربما كنت تسنى سيناريو آخر؟ شوف احنا تعودنا غموض في لا ديزينياسيون تاع لونتري ناسيونال، غموض في ما يعطى للناخب الوطني، غموض لما الناخب الوطني يستقيل او يقال، يعني غموض تام. لما تقول
اجتمعتوا مع المدرب اوكي وكذا وبالتراضي والتراضي التراضي تبقى واسعه يعني سي با سي با كلير. ما يهمناش على كل حال، احنا اللي يهمنا هو انا اللي يهمني انه اليوم بالماضي، ولكن ما نحبسوش هنا الازمه راه انا بالنسبه لي عندي سنتين وانا نتكلم، عندي دوزون وانا نتكلم ونقول يا ناس هذه 35 مباراه بدون انهزام وهذه كذا وهذه كذا، هذه كما يقول لا بودروزيو هذاك دب لما تشوف الفريق يلعب ديوي ديبا رجال بنات بال 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 بوالو بنوا فرق. ليكزومبل هو لونغولا، ليكزومبل هو موريتانيا، الناس كانت تخدم وحنا ما خسرناش ماتش اميكال، لونترينور في الطريق الصحيح. اليوم انا نظن ما تبقاش عند بالماضي، تبقى عند اللي جاب اللي خلى بالماضي حتى اليوم ومسؤول على مسؤول على الشيء اللي صار من سنه مش من اليوم، وبعيد على كرة القدم، واللي بعيد على كرة القدم لازم ما يتدخلش في كرة القدم. سيد كلاوي عندك سنتين وانت تتكلم على جمال بالماضي، تنتقد جمال بالماضي، خياراته الفنية التكتيكية، ايضا خياراته في بعض الامور. على سبيل المثال نعطي لك ونفكرك الان في الاستوديو، كنت تقول لماذا ما يبقاش في الجزائر ويجي فقط يومين او ثلاث ايام قبل يعني التربص الخاص بالمنتخب الوطني الجزائري، لكن في نفس الوقت سيد كلاوي تعرض لانتقادات لاذعة في مواقع التواصل الاجتماعي لدى محبي المنتخب الوطني الجزائري، وكأنه ما يحبش الجزائر، لكن كان يتحدث عن قناعة. وأنا عجبني فيه أمر سيد كناوي، ما غيرتش رأيك قعدت فيه يا أخي لما أنا مقتنع، احنا رانا في السن هذا حياتنا كرة قدم، رانا مقتنعين بواحد الشيء اللي عرفناه وتعلمناه من عند يعني الشيوخ نتاعنا، وما نقدرش نغير. تأثرت بالانتقادات؟ شوف وأنا ما والله ما نتأثر، ونقول لك حاجة وقلتها لك، انا لي كومونتير نتاع الفيسبوك والله ما نقراهم باش ما نوجعش قلبي على بعض الاشخاص. انا قلت ومقتنع بالشيء اللي قلته، دوك لي كومونتير اللي يقولوهم الناس من كل واحد صغار كبار، انا ما نعرفش الناس هذوك، كاين اللي يشكر وكاين اللي يطعن وكاين كذا. يا اخي اللي ما يحبش يشوف يتلقى بعض الامور ما يتكلمش وما يجيش للتلفزه وما يديرش ما يدون با لانفورماسيون. انا عندي تعلمنا الشجاعه هذه يا اخي، اديناها من عند الناس اللي علمونا. يا اخي قول رايك بقناعه وربي يعلم حبنا للبلاد، واحد ما يتفوت على الثاني في حبه للوطن. البارح بكينا والدمعه طاحت لما شفنا هذوك الناس اللي مشاو لبوركينا فاسو، واحد ما خلى فلوس قلت لك الكوت ديفوار، واحد الفلوس نتاع الزواج نتاعو، واحد كذا واحد كذا، وعندنا اهل وعندنا اصدقاء، وشفت الشارع اليوم في الجزائري كيفاش الكره هذه اصبح يعني متنفس ليه، وبعض الناس يتلاعبوا واليوم يتلاعبوا، وكيروح بالماضي يبقوا يتلاعبوا. المشكل مش في بالماضي وحده، المشكل في المنظومه. واليوم لازم قرارات يعني صارمه لارجاع الكره الجزائريه بين ايدي إبراهيم. الناس اللي يلعبوا الكره والناس اللي يمارسوا الكره والناس اللي واضح نعم. ولاد الكره تفضل. انا شخصيا حتى الزملاء نظن بلي راهم في المهم لا ميم ديريكسيون، لي با لا بور تيري على لامبيلونس ولا نجبدوا المواسم نبداو نذبحوا في الفرد اللي طاح. جاب الماضي 2018 دينا كوب دافريك، ومن بعد شفنا لا سويت كيفاش، قلنا بلي رانا في الطريق الصحيح. صح صح لحقت ليليميناسيون تاع كوب دي مونت مع الكاميرون، تم يفالي متر فا وتبدا صفحه جديده. هذه قالها ياسين معلومي عندها اسبوع هنا معنا في الاستوديو، تعرض ايضا لانتقادات كبيره، كاين من انتقده وايضا في مواقع التواصل الاجتماعي. سي معلومي قلت انت كان لازم التغيير بعد مباراه الكاميرون. دوك الناس قررت باش تخلي الاستقرار كما يحبوا يقولوا هما، ويخلوا نفس الناخب الوطني باش يكمل الخدمه ديالو. انا نتساءل الان كي نشوفوا دوك اللي صرا بين لي دوك بافريكا دو في ليسباس تاع دوزون لا دانيير في الكاميرون واليوم، اسكو ريالمون اللي نهارها حبوا يخليوا الناخب الوطني والطاقم الفني ولا المنظومه اللي يخدم معاها، اسكو ايزيتي بري باش بور ريلوفي الديفي كي نشوفوا دوك لي شاك اللي صرا. اون سبوز دي كيستيون هاد الناس اللي كانوا وراء باش يقعد الناخب الوطني، باسكو يا دي الشيخ عبد الكريم يفا انكور كونفيرمي. كان دي سيكل خلاوه يقعد، معليش يقعد، ربما كان عنده مشروع، ربما كان عنده مشروع مع لاعبين جدد، لكن الامر المحير كيف يقعد مدرب وما ديرلوش اهداف متعلقه بكاس افريقيا؟ هذيك بعدا شفناها غير عندنا،
حنا نعرفوا كاين دي زوبجيك كاين دي كونتر افيك اوبجيكتيف سيرتو نيفو دو لا فيديراسيون. نو مي كاين دي سيكل في الفوتبول اون جينيرال كاين مراحل وين تقدر تمد الماكسيموم ومن بعد ابارتيك دو لا سيرتو كيكونوا هكذا دي كونسيكراسيون ما تقدرش ما تمشيلكش دير البرنامج اللي تحب كما قال ياسين درنا لا ميور بريباراسيون بالك في لي 24 ناسيون هذوك انا شفنا خرجنا وين راه الخلل خرجنا للان وما رانا فاهمين اين هو الخلل الخلل شوف انا الحوصله اللي درتها لانوي كانت صغيره البارحه من زوج تاع الصباح للفجر الرابعه 6 ونص 7 غير غداش رقدت انا اللي قلت لك من زوج ونص حتى الفجر واش راهي 4 سوايع رقدت الحوصله اللي درتها الشوا كايتي فيت على ليفيكتيف اللي راحوا صفو عندنا بزاف لاعبين اللي مونك دو طون دو جو بليس مشاكل في 26 اه اللي راحوا نضرب اللي الاختيار ما كانش صحيح اربع حراس مرمى ما ندخلوش في هذاك الديتاي دا واحد كلكو بار بالك غادو هذاك زغبا اللي كان معاه كاع لا كومباي غادو ممكن كاين عواطف حاج عدلان في كاس امم افريقيا كاين عواطف كيما شفنا هذوك مش عواطف مع رياض محرز اللي ماشي رياض محرز اللي نعرفوه كرون جوار رياض محرز انا كنت نغني عليه شفتو انت رياض محرز في 3 ماتش ماشي رياض محرز ماشي عواطف تخرج المير جوار البارح اللي كان ادم ونس دخل ماشي عواطف هذه عندك هنا يدخل لك الشك تاني. ما هو الامر اللي خلى جمال بالماضي يرتكب هذه الاخطاء حسب رايك؟ يقدر يكون تكلخ مع لي جوار دار الثقه في اللاعبين بغمضه العين دار الثقه نقدر منهم سؤال نطرح عليه سؤال تفضل الجيري وغوندا انا جو سيت لو كلوب باسكو كان سيتي الكلوب خمس لاعبين من اتحاد العاصمه شاركوا في الجيري وغوندا المباراه اللي كانت النتيجه نتاعها ما تهمناش كثير اربع لاعبين واحد كان في الاحتياط انا في الاحتياط نعتبره في بارتي دي جروب رجعوا بالنتيجه ايجابيه فازوا 2-1 ولا لاعب زاد خذ الفرصه فما كيما حبيت لا خليك تكمل علاش نهضر على الشوا ديجا الديبار تاع لي 26 كاين دي جوار اللي ما كانوش في الفورمه كيلكو سوا لا بريباسيون ديرهم الشيخ هنا اللي ميو بلاسي تقدر دير اون بريباسيون موان لون تيرم بصح في دوره كيما هذيك تشاك تروج تاع ماتش اي بي لو شوا تاع لي جوار اللي لعبوا تصور انت في ثلاث مباريات ما شفناش 80% ديال ليكيب لعبوا 3 ماتش كانت ايكيب بريمي ماتش ايكيب دوزيام ماتش ويكيب اخرى اكثر 50% دروز خمس لاعبين في مباراه مصيريه هي الثالثه واش من لاعبين كاين اللي عنده شهر ما لعبش كيما عوار بوديوي ما كانش كاع في الحسابات لي دو ماتش اللي جازو اساسي تصور انت فهو اللي ما كانش كاع في البريمي ماتش دوزيام ماتش اساسي دروزيام ماتش ما كانش وكاع هنا الاختيار اللي قعد نقطة الاستفهام هنا اللي انا نضرب لي الخلل راه هنا ابراهيم واضحه الفكره حاجه الشوا لو كوتش اللي تندها نروحوا عند ياسين معلومه بخصوص ما نشره وليد صادي قبل قليل عن فك الارتباط بالتراضي وديا كما كتب وليد صادي في شبكه تويتر في حسابه ياسين معلومي فك الارتباط بالتراضي يعني اتفقوا على بعض الامور قبل فسخ هذا العقد وضح لنا الصوره اكثر في هذا الموضوع شوف استاذ اليوم ظن في حوالي منتصف النهار ولا التقى المدرب الوطني مع وليد صادي نعم معلومات مؤكده نعم يعني شاف بالامس جمال بالماضي انه من المستحيلات السبع باش يبقى مدرب للمنتخب الوطني لماذا يسمع شاف الجمهور الجزائري على الاقل اللي كان متواجد في بواكي شاف كيفاش الجمهور والتصريحات تسمى الجمهور الجزائري الينا الميتيك كما يقول لك ربما 95% مش مقتنعين بالعمل اللي هاو يدير فيه والاقصاء هذا كي تلاقاو انه نشوف الكومونيكي قال كلمه فك العقد ايضا قال ايفنت كونترا اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد فك العقد احنا في اللغه تاعنا تاع سبوت تاعنا نقولوا اسمه يفسخ العقد يفسخ بطاقه يفسخ العقد بطاقه واسمه هي كيف كيف ولكن باش الجمهور الرياضي احنا حبينا نقلوا ما قاله صادق حرفيا لانه فيها نعم ممكن انه لما تكلموا المدرب الوطني مقتنع انه ولكن اليوم راني نشوف مواقع التواصل الاجتماعي وندخل انه تفاهموا باش يعطي له دو موا دو سالير الى اخره معلوماتي انا نقول لك جا
جمال بالماضي قال للمدرب الوطني لما ندخلوا للجزائر انا خلاص انا راني مستقيل خلاص، يا حاجه ادمنستراتيف حاجه امور اداريه، امور اداريه نديروها. معناها انا نجم اليوم نستقيل بالكلمه تحمل الماتش واسم الاستقاله، معناها ما تطول استقاله، استقاله معناها تكتب الاستقاله تاعك وعندك العقد تاعك الهواق تاعي واش فيه الاخر. انا معلوماتي يعني نقول لك ربما يديروا كما داروا اللي كان حاكم لجنه التحكيم الموريسي ليمكي شونغ، هذا ليمكي شونغ متواجد في الاتحاد الجزائري لكره القدم وخدم معاهم. لما جات الاتحاديه الجديده قالوا له انت واحد ما تسحقوش، اتفقوا معاه يمدوا له دوله طوا موا معناها ويروح. انا قناعتي لو المدرب الوطني، المدرب الوطني الفتره اللي اشتغل فيها في كان يدي 208 ألف ألف شهريا. هو لما مضى أولا عقد مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم في شهر أوت 2018 اتفق معه الاتحاد الجزائري باش يدي مبلغ 108، ولكن اتفق معهم لو ندي كأس إفريقيا 2019 الدوبليوي الصلاة تاعي. الاتحاد الجزائري لكرة القدم وقتها كانوا عند الوعد تاعهم ومدوا له 208، معناها من 2019 مباشرة بعد نهاية كأس إفريقيا هو يدي هذا الراتب، هو الأحسن في إفريقيا، وربما مدربين يشتغلوا في منتخبات عالمية كان تشارك في كأس العالم. شكون جدد له العقد الأخير ياسين المعلومي؟ الاتحادية القديمة من قبل هذا واسمه بقيادة جهيد؟ ايه واسمه زفيزف. ايه تجديد العقد يعني زفيزف هو الذي لم يضع ولكن كاس امم افريقيا 2023. لا 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 دقيقه هم هما داو لما جاء شوف الاتحاديه سواء عماره ولا جهيد واسمه زفيزف داو ان افنون باش يعاودوا يكملوا له لو كونترا تاعو، كونترا عادي كملوا له كونترا، ولكن في الكونترا تاعو كاين واحد البند اللي مازال ما هضروش عليها، وهو يقول لك عدم تحقيق الاهداف المرجوه مكتوبه، ولكن ما هي الاهداف؟ ما حدوهاش. هقولك حنا لما نقولوا واش من هدف مكتوبه في البند مباشره مكتوبه عدم تحقيق الاهداف المرجوه، وكل واحد يفهمها كما يحب. المدرب الوطني يفهمها انه كاس العالم في العقد الاتحاد الجزائري يفهمها انه ما تاهلش مثلا اقصيه في الدور الاول، هو يفهمها مثلا انه ما تاهلش الى كاس العالم. المهم هذا هو واش موجود واسمه في العقد، ولكن انا نظن انه المدرب الوطني، المدرب الوطني يعني بعد ما اشتغل وشاف الجمهور اللي الى اخره انا نظن بطريقه او باخرى يدير الاستقاله تاعو كما داروها اليوم المدرب التونسي على المباشر. بارك الله فيك. يعني عديد المدربين اليوم في كاس افريقيا ما زالت تلعب، عديد المدربين اللي فشل في المهمه تاعو يقدم الاستقاله تاعو، ودائما في لغه المدربين من المدربين يقول لك انه النتيجه هي حبيبه المدرب وهي العدو تاعه. اليوم لما كانت النتائج ودا كاس افريقيا كل الشعب الجزائري كان مع جمال بالماضي. انا هنا قلت لك ابراهيم وانت تخزر فيا هنا في الاستوديو، قلت لك يا ابراهيم انا ليا منطقيا انه المدرب الوطني كان عليه الاستقاله مباشره بعد عدم التاهل الى كاس العالم. تما وزيد قلتها لك، قلت لك الفا فيغ لاني دو ترو، راح يزيد العام زياده. هذا العام هي مباشره بعد الاقصاء كنت تروح. اليوم رانا نخلصوا في الاخطاء المرتكبه، خرج من الباب الضيق. صا ياسين هو بعد الاقصاء من كاس العالم مع الكاميرون ابراهيم هو استقال مرتين ونزيد نعاودها اليوم صح، ونأكدها لك. هو قال لهم انا نروح وراح ريح وقيلا بوندون دو لا ترو موا ايزون انسيستي باش يشدوه. شوف ماتنو انت واش تقول لهذوك الناس اللي كانوا عدلة. مسؤولين اللي ايزون انسيستي باش يقعد الناخب الوطني في البوست. شوف حاج عدلان كركروه جابوه بالسيف. حاج عدلان كنت ما راكش مقتنع انت كشخص كمدرب كشخصيه رياضيه كلاعب، شفت انت خلاص ما تقدرش تمد في هذه المجموعه تو نا بلو ريان ادوني، خلاص مديت كل شيء وما راكش قادر من بعد تخلي روحك حتى تخرج من هذا الباب ما يرجعني حتى واحد. خويا انا مقتنع بالخروج هذا، نخرج وما كاين حتى واحد يقدر يرجعني، لان هذا مدرب شاب وعنده مستقبل وحافظ على المستقبل نتاعو، راه خرج من عمق الزجاجه، خرج من باب
يعني ولا بارميدو لا ستاني شك حتى الشك حتى الخساره يا الحاج حتى الشك لازم حضر له انت كمدرب حتى تشوف باللي راح كان في اخفاق لازم تحضر الاخفاق هذا وكيف الباب اللي تخرج منها ما تخليش حتى يفتحوا لك الباب ويطبعوه. سعيد كناوي راك تتحدث هكذا احنا رانا نسمعوا باللي ونفهموا وكانه جمال بلماضي دارها بالعاني. جمال بلماضي كي واصل طريق مع المنتخب كان داير في باله يحسن الامور يجيب لاعبين جدد كان عنده مشروع ما عنده حتى مشروع حبسني هنا في حكايه المشروع ما عنده حتى مشروع والدليل ما عنده حتى مشروع والدليل لما يكون عندك مشروع في 5 سنوات على الاقل الفريق هذا تكون عنده شخصيه تكون عنده ايدنتيتي. عندنا فريق رانا شفنا امس امبارح شفنا المباراه ما عندوش هويه لعب ما عنده حتى هويه لا بروف اون تروا ماتش عطانا ورانا كل شيء بعد ما نقعدوا في طريقه الحديث المباشره نسكت هذه ونسكت نعم نتكلم على لا بالماضي والله نقول لك حاجه الواحد ما نهربوش من الحقيقه الواحد ياك قلنا كي تكون نقولوها كي جا ياك دار الانجاز الواحد ما كان يستنى فيه صح ومن بعد حتى ليميناسيون تاع لا كوب دي مود مع الكامرون هو كان حاب يروح المسؤولين اللي كانوا ذاك الوقت يزون انسيستي سعاد يقول لك لا ما يوليش هو ما كانش حاب يخرج بهذيك الطريقه كان شايف روحه يروح لا كوب دي مود كانت عنده فورم دو ريفونش سبورتيف حاب يوري بلي انا عندي صح وهذا من حقه إذا سيستي قالوا له روح كيفاش راح يقول لهم ما نروحش وما راحش لاكوب دي قبل ابري لاكوب دي مون قبل ما تكلم انا نهضروا ابري لاكوب دي مون قبل ما تكلم ما تكلم واسمه اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم راه عنده أزمة مالية خانقة متأكد منها أنه أزمة مالية ما كاش أموال في الاتحادية هذا اليوم أنك المدرب الوطني مازال عقد إلى 2026 معناها رانا نهضروا على 24 أجرة شهرية ما يعادل 7 ملايين يورو في موسمين في موسمين ومن اليوم 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 160 مليار قولها اليوم بالعامية 160 مليار 160 مليار اليوم اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم أو راح يدفع هذا المبلغ أنا ما نظنش يعني أنا نظن المدرب الوطني يكون عاقل اتفاق بينه وبين الاتحاد الجزائري لكره القدم في حقه خويا في حقه احنا ما قلناش ما تخش ما نظنش احنا ما نقولش في حقه ولكن أنا عندي ولكن يعني يعني حاج عدلان راك تقول له بالماضي ما تسمحش في حقك ايه هذا هو انا شباب لا انا شباب سي شو با مي بي بي اسمع شباب بيان بلاسي باش نكون سي راك تقول جمال بالماضي ما تسمحش لي 160 مليار اللي بيان بلاسي بور ديفونس ديزانتيري وما خافش عليه حجي 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 وانا اللي في حقه حجي حجي القانون ومعاه حجي بيان سور الاهداف غير مسطره حجي اللي درواي سو فيك حجي اللي حب يديرها راه في حقه حجي كل واحد ما يقول له انت علاه انت درت انت اللي نضالوا يتفاهموا معاه حجي المدرب قبيله كاين بونت وين مكتوب واش مكتوب عدم تحقيق الاهداف المرجوه وشنو هي الاهداف ما على باليش اليوم يحددها اليوم يحددها الاتحاد الجزائري لكره القدم والمدرب الوطني هل الاقصاء من الدور تحب تحددها ياسين بالكلام شنو كاين الكتيبه دوك خلاص الكلام الاهداف المرجوه يفهمها المدرب الوطني ويفهمها الاخر ولكن حاجه برك انا هذه تكلمت عليها هذه لا طواشين فوا على استقالتين تاع المدرب الوطني انا هذه متاكد منها انه اسهل في فتره من الفترات اسهل بعد ليميناسيون كونتر كاميرون دي ديميسيون الناس هذاك الوقت كانت تشوف فيه المدرب الوطني هذا مشروع مدرب ناجح اليوم فشل المدرب يخلي اسمع الشعب كان يطالب ببقاء بالماضي يقولها لا قولوها الان الشعب هذا لو يقول بالماضي ديغاج اللي قالها واللي غناها في بواكي امس كانوا يقولوا بالماضي لازم يقعد وكانوا يهاجموا كي كنت تنتقد بالماضي وكانوا يهاجموا سعيد كناوي ويهاجموا اي شخص كان ينتقد جمال بالماضي ولو من الناحيه الفنيه والتكتيكيه انا اقول لانه ما عندناش واش نخبيه خلاص هذه هي الحقيقه. عبد الكريم بيرا قال سعيد كناوي الان بلي المنتخب ما كانش عنده هويه لعب مع جمال بالماضي وما عندوش طيله السنوات انا هضرت على النتيجه توافقوا في هذا الطرح احنا ما راناش هنا نتوافقوا كل واحد عنده راي وكل واحد يدافع على رايه ويقنع برك هذا ما كان هاك تشوف الفراغ هذايا ولما يكون فراغ قانوني شوفوا شي يصير وكل واحد والمهنه تاعو لو الاتحاد الكره عنده مديريه فنيه قويه رئيس الاتحاد ما راهوش ضروري يكون لانسيان جوار ولا ايسي دو فوتبول ويقدر ما يعرفش والواحد اللي يقدر يقيم ويقدر مستوى فني هو المدير الفني الوطني
شكون هو؟ لو بوست بحد ذاته لو دي تي ان هو اللي يقيم ويقدر. وكي نشوفوا احنا نعاودوا نديروا ما نعاودوا نرجعوا لانستابيليتي اللي كانت في الاتحاد على حساب لي بريزيدون اللي جازوا الدولو لانستابيليتي اللي كانت في هذا لو بوست. جمال بالماضي كان يمد الفرصه لاي واحد باش يقيمه، ماشي هو اللي يمد الفرصه، لا هو راه خدام في لا فيديراسيون، سي ان امبلواي، لومبلوايور سي لا ستركتور سي لا فيديراسيون. هذا ما تقولها انت عبد المعقول والمعمول، لكن الحقيقه احنا دوك نروحوا بالمعقول والمعمول هكذا باش واحد يكون ثابت باش يعرف كيفاش بنادم يمشي. تبقى التقييم تاعو مهما كان هو المدير الفني هو اللي يقيمه، صح؟ لانه علاه راهو عضو في الاتحاد وراهو قريب للرئيس ويقدر يكون ميم ان كونسيي تاع لو بريزيدون سو لو بلون تكنيك، ما راهوش ان مومبر تاع سوا ديزون تاع لو بيرو اكزيكيتيف اللي يقدر يقيمه. وراهم جازوا دي مومبرا ويتحاسبوا عند رب العالمين، سوا ديزون عندهم باع في كرة القدم لعبوا منا وشفنا وخلاو الامور مشات، وكل واحد عنده ضميره، والضمير على بالك كاين اللي عنده ضمير يمشي عليه وكاين اللي كما حنا نقولوا يقبل كلش، هات برك يقعد وراني هنايا. انا باش ندرج باش نقنعك سي ابراهيم ونقنع المشاهد الكريم، المعمول والمعقول ابري ان ايفينمون باري عند الناس المتحضره، انا ما ديميسيونيش لتما، علاش يديميسيوني لتما؟ لا، يدخل الجزائر والدور تاع رئيس الاتحاد يقعد مع البعثه، عنده دور واحد اخر هذا هو لو بون ديريجون، لو بون ديريجون في لي سيتياسيون دو كريز يقعد مع المنتخب تاعو، لانه حتى ذهاب بالماضي اللاعبين هذوك اللي راهم موجودين حاليا راحين يكملوا، المدرب يقدر يمشي واللاعبين هذوك اللي عنده المستوى راح يكمل، ما لازمش يشوفوا دي سيتياسيون اللي بالاك يوليو يتخوفوا يا ربما كما صرات اون 2022. هذا كما حنا نقولوا لو سيفيزم سبورتيف، لازم نهضروا بالاحترافيه، انا القلب مخلي انا نهضر بعقلي، ولكن يدخل هنا وباش يستقيل لازم يمد الحوصله تاعو، يدير عرض حال، يدير لو رابور تكنيك تاعو. علاه؟ ما راناش في حومه هنايا، هنا ما راناش في حومه. علاش ما راناش في حومه؟ لانه هذا منتخب، حتى وكي يروحوا للناخب اللي يجي يلقى نكري. والاشكال كبير سي ابراهيم وهذا اعي ما اقول، على بالك حنا اون توندونس ا ترو بارلي مي بيرسون نا بي نوتيفي لو كوتي تكنيك، ويخلي تراسابيليتي للناس اللي تجي. هضره برك هضره، قال لي اخويا ورينا حنا يديك وخلينا حاجه مكتوبه. كنت في لا فيديراسيون وكنت في لا دي تي ان، كاش يا با دو تراسابيليتي. دونك اللي يجي يخدم اون برانسيب 5 10 كيروح يخلي اللي راهو جاي ويخلي لا فيديراسيون يهضر على الايجابيات والسلبيات، يا ربما باش ما نعاودوش نطيحوا في نفس المشاكل. حتى واليوم بارابور ليماج وبارابور لو بيك داتا وبارابور لانتيليجونس ارتيفيسيال كلش واضح، مي بار برانسيب بار بروفيسيوناليزم الانسان يخلي قال علاش انا خفقت، كاين امور اللي هو يقدر يعترف بها. هذا بالنسبه للاحتراف. انت قلت تفضلت انه قلت ما عندناش اون ايدونتيتي دو جو هكذا، هذا واضح من خلال واش شفناه، وحنا حددنا وشنو هي ليدونتيتي دو جو. كاين نظام، كيفاش تنشط هذا النظام، كيفاش تمشي، هذا سي تكنيك، ما نقدروش نهضروا اوترومون. يا لي فاس ترانزيسيونيل، يا لي بالاريتي، يا لا استراتيجي، يا لو بلون دو جو. شل بالماضي في هذا الامر اليوم النتائج والمردود والمحتوى اكيد، لانه باش نعاود نرجع والفارغ القانوني كما تفضل سياسين وقال على حسب النتائج، يفو كيلي ان كونترا اوبجيكتيف مهما كان. ان بروفيسيونيل اللي ما عندوش ان كونترا اوبجيكتيف انا نقول تخلي هذاك لو فيد، ولو فيد هذاك بنادم يمشي فيه كيما يبغي. الشيء اللي يحز ولا الشيء اللي اثر انه دينا لا كوب دافريك اون 2019 ليديسيون اللي جات من بعد هذيك 21 سور 24 بزاف، خرجنا ما مشيناش للمونديال، سي اونكور كيما حنا نقولوا سي نوتر بليسور اللي كبرت. ولكن لما نشوف من الكاميرون لهنايا لعب 21 ماتش بلي 3 ماتش هادو ما لعب 25 ماتش، وكي تشوف لي 25 ماتش ما نتكلمش على المردوده، نتكلم على النتائج. اذا نتكلموا على النتائج نقولوا بلي النتائج كانت ايجابيه لي 25 ماتش في لي 23 في لي 22 ماتش. امام من؟ شوف كانت تصفيه كاس العالم وكانت تصفيه كاس افريقيا، امام منتخبات افريقيا. اليوم اللي صار الكاب فير ولا بعبع تاع افريقيا من الجانب الفنيه، على بالك الكاب فير الاتحاد نتاعو في 79، على بالك مصر اكثر من قرن، على بالك واش حب يقول انت تمرمد مصر في التيران امام الملا وافيك كونفيكسيون افيك ارغيومون تكنيك اوكيباسيون بوسيسيون فاريتي فوليوم دو جو متاع تقول
جاز تكنيك كي دي ميرو. هذا واقع اللي رانا فيه. علاش انا قلت لك نجي هنا نحل لاكان؟ علاه لاكان؟ احنا رانا في هذه القاره ورانا حابين نشوفوا وراهم التوجهات والاستنتاجات لي زونسينيومون اللي انا نهضر الكوتي نوتيفي اللي ما كانش في لا فيديراسيون. الناس جازت وتتحاسب على ضميرها وتدعى تعرفوا كاين اللي راهو يهضر في الباطوات. واش خليته اسكو فو زافي ليسي؟ هذا ماشي من اليوم ولا من العام اللي فات. هات برك نقعد وراني قلت لك الدراهم هذوما اللي رانا نهضروا عليهم في الاوف. انا قلت للرجل بحار والعوام قلال، كاين اللي يموت على الدور على السور دي ويطيح كاع بقدره بقيمته. يعفس المبادئ نتاعو شفناهم على منصب وكاين لا، ولكن حاجه مفقوده. يطيح بلاده ثاني. شكون؟ لا سعيد كناوي شكون؟ ما تلحقش. انا نهضروا في كرة القدم. لا. انا نهضر في كرة القدم. شكون سعيد؟ معليش خلي حوار مباشر معاه. انا عم سعيد. تو لي موان سون بون، باش كيما قال لك على الفلوس كاين الناس سي لور دوفيز، كيما قال لك الدينار دع عقولهم. الدينار اليوم صبح لا عقل ولا ترتيب ولا اي شيء. اليوم الحقنا وين؟ هو كان يستعمل كثير واحد يقول لك المعقول والمعمول لو فيزابل لو ريزونابل ميتي نوبل تاعنا. انت راك تتكلم كثير سعيد. هذا ميتي. انا انترينور نهضر انت انترينور ما نهضرش صفه واحده اخرى. عبد الكريم اللي معاك المعقول اللي راك تتكلم به هذا هو المعقول اللي خدمنا به ولكن نمشوا للمعمول. نمشوا للمعمول. اسكو تو بونس انت تقول يجي نجيبوا اليوم غدوه ان شاء الله انترينور؟ ما هضرناش على الانترينور تاع غدوه. لا 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 احنا رانا نهضروا على ان دياغنوستيك كونستانت اجوردوي. عبد الكريم انا راني حاجتك غدوه ان شاء الله بالماضي يروح كل حاجه تخلص. بالماضي غدوه ان شاء الله يروح بارك الله فيه. لازم الكره تبقى والجزائر تبقى كره القدم الجزائر تبقى. لازم نخدموا. يجي مدرب. المدرب هذا كي يجي يبدا من الصفر. علاش من الصفر؟ شيء معقول راك تكلمتوا انت ولكن المعمول في بلادنا معمول غير. اسكو تو بونس بلي نتكلم على الفيدراسيون سون سيتي سون سيتي راك لي جورناليست سون سيتي؟ لا اسمح لي سون سيتي قال تال فيدراسيون او تال فيدراسيون لا كومبوزون دو بيرو فيدرال. هل اون كومبوزون دو بيرو فيدرال اون لابسونس دون ديريكسيون تكنيك ناسيونال سافو دير كي سي بيرو فيدرال كي في تو؟ هو اللي يجيب المدرب، هو اللي يفكر في المدربين تاع الفئه الصغرى. هذا حبيبي، هذا صاحبي، هذا ولد عمد خال الاخر جيبو، هذاك حبيبنا ولدنا جيبو واعطي له. هذا هو المعمول لا فيديراسيون. هذا هو المعمول. خليني نكمل في هذا الباب. هذا هو المعمول. نو باش نجاوبك صافي دير سعيد باش نمشيو. سعيد نكمل. هذا هو المدرب اللي يجي راح يبدا من زيرو. المفروض المدرب لما يجي يسيب استراتيجي واقف عليها لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول. شكون اللي يديرها لا فيديراسيون؟ يديرها لا ديريكسيون تكنيك. سي فاسيل دو بارلي دو استراتيجي. لا ديريكسيون تكنيك. بيرسون نابي نوتيفي لا استراتيجي سعيد. غير الهضره في الفلاندوا سا بارترو. يفو نوتيفي. في المستقبل، في المستقبل. انا كنت نشتغل 20 سنه دون اون فيديراسيون وين كانت لا استراتيجي. تبع البراعم. تبع البراعم. مشينا لا كوب دو موند. سامحني تبع البراعم من 7 سنين ل 11 سنه. مشينا لا كوب دو موند. خلينا من 7 سنين حتى ل 11 سنه. مشينا لا كوب دو موند. سي لا سي سي لا باز. متابعه. سي با لا بيرفورمانس. انا معاك وجات متابعه. عارف عارف انا عارف لا ديريكسيون اللي كنت فيها. عارف هذه لا استراتيجي. عارف هذه لا استراتيجي. شوف تبعني شوف سعيد 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 اون بارل دو قطر سي سي نوتر كونسيبسيون. هما راحوا جنسوا وجابوا مدرب اللي اشتغل قريب 11 سنه في اسباير وطلع وطلع وطلع. شوف ليا شوف ليا احنا في الجزائر على قلت لك واحد يدوا فيفر في الجزائر يعرف لو فون تاع الجيري سي ان كونتينون. انا القصد تاعي نهار نقيموا لو تكنيك في بلادنا لانه صبحوا كاع الناس تكنيسيا كل احتراماتي الجورناليست ولا يدخل في لا تاكتيك ولا اونترينور البواب تاع الستاد يعرف هذا. حتى الصحفي يقول لك انا حياتي كاع نتبع بالون وانا لا 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 ونشوف ابراهيم 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 عندي الحق نعطي تاكتيك ابراهيم 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 والله شوف من الاحسن عاش من عرف قدره لكل مقام مقال وفاقد شيء لا يعطيه. صدقني اللي كان على باله الكره شحال توزن لا سيرفاس ريال دو جو الله ما على باله. خلينا ما مارش وما عاش وزيد وزيد وزيد. علاش الانسان كي نخليو كل واحد في مكانه الامور تمشي مليح. اذا نهضروا على مسير ويدخل اموره وين ما لازمش وهو ما عندوش حتى لو بازيك تاع تسير كيفاش تحب نمشيو لقدام؟ وهضر على مقبله منظومه لو مال اي بروفون. معليش حنا نهضروا برك على ليكيب ناسيونال الشيء اللي لازم نديرو حنا باش نبينوا للناس عندنا سيفيزم بروفيسيونيل. الي لوزيتش رحنا مع المونديال صح؟ كي عاود رجع دار لا ديميسيون تاعو وكرموه وقعد. هذا شوف هذا سي دي زاكت اللي لازم يقعدوا كيلكو سوا لو ريزولتا. سي ابراهيم لو ريزولتا ما راحش ينقص من القيمه تاع واحد ولا يزيد من القيمه تاع واحد. السلوك هو اللي يقعد. واش ماشي مليح الوقاحه في بعض من الاحيان اللي تصدر تقدر من عند مدرب حتى من عند مسير هذه لا.
لانه تقصير جمال بالماضي اون ديسيزيون كان من الناخب ولا كان من المسير كذلك كانت فاهمه مليح وشنو حاجه اللي عجبتني جمال بالماضي كان واقع في بعض الامور في بعض الاحيان شوف كان حاجه المدرب يتحمل تعجبني فيك حاجه اخي مبيره تهضر بشكل مباشر جاوبني بشكل والله مباشر والله الحقيقه تقصد انه جمال بالماضي كان واقع في بعض الاحيان مع الصحفيين كما تعرفني الصراحه طارق مهجور يمر منه الا القليل انا راني قلت لك المنصب ما خلعنيش وخمس سنين وانا ما خدمتش وراني نتنفس وراني لاباس وراني نقصر الحمد لله الحمد لله كاين لا يقول لك المباتة بالشر ولا طعم عكاس الفقر والغربه ولا صاحب الشاتم علاش في بعض من الاحيان كاين ناس تجي تهضر ما تهضرش انت من نوع انت تو بافوي كاع لي برانسيب اي لي فالور نوبل دو ميتي دو لوم اون لوي ميم حنا رانا نهضروا سي با لو بروسي اللي رانا نديروه هو عنده فيديراسيون تقعد معاه وتسمعوا وديروا اسمه وتقيموا ومن بعدك هي حره تكمل معاه ولا تحبس ولا يحبس حاجتهم بصح حنا عندنا ان كونتوني اللي شفناه انه المنتخب تاعنا سي ابراهيم من المرتبه الاولى للمرتبه 21 شحال هذه المره ما خرجناش من هذوك الست مراتب الاخرين حب يقولوا نا با بروغريسي في هذه الحاله في هذه الحاله سي انا شك عبد الكريم بيرا بارك الله فيك نعود للحديث عن هذا الموضوع وأيضا مغادرة اللاعبين لبواكي قبل حوالي 3 ساعات من الآن بعد هذا الفاصل أهلا بكم متابعينا الأعزاء في هذا الجزء الثاني من برنامج أفريكان شو أعتقد بأنه حاج عدلان شو راح قاعدة افريكان فقط لا 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 شو هنا كاين شو كاين معلومي اللي قلنا ما خلاص المنتخب الوطني ما شوف القناه ما زيش الجي انا خلاص القناه المحترمه هذه اللي عندها جمهور كبير راهو يشوفوا فيها صح خلينا شو يقعد هنا حتى ل 11 فيفري الله فيه ويخلينا الفيديو الحاجه لازم يقعد لا يقعد لازم يقعد ما عندك وين تروح شنو نشوفوا مع نروحوا كاع ونقعد انا نقعد انا تقعد احنا رانا هنا نتكلموا كره قدم احنا عندنا كما قال الشيخ عبد الكريم 52 مباراة صح كنا حابين الفريق الوطني تاعنا ونحبوه عزيز علينا يكمل المشوار ولكن مع الاسف نتماشى مع هذه الحقيقة ونتأقلم معها هي منطقيا كل حصة عندها على الأقل حاجة على المنتخب الوطني أكيد. جزء لأنه اليوم أكيد. لأنه اليوم لازم نتبعوا بدات مرحلة جديدة يا سي المعلومي كاين اتصالات كاين مدربين على طاولة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. شفتك اليوم. كاين أسماء أيضا. إبراهيم أنا بدينا في الجزء الأول وأنت ما هضرتش كاع الاتصالات كل. راني جايك. صح. راني جايك. قبيل اليوم الشيخ عبد الكريم. البرنامج مازال ما خلاص عندنا ورقة الطريق وعندنا مفاجآت كثيرة للجماهير اللي تابع فينا. جبت اسم تاع واحد كان هنا في كوب ديموند الناس اليوم هضرت عليه ممكن العودة تاع ألي روزيتش. كاش كفاءة في الجزائر وقيلا. ما تشاطرش الرأي. بيان سور ما تشاطرش الرأي. علاش نشاط الراي؟ شوف باللي مدرب جزائري لازم يحكم المنتخب. لا اعطيني اسم. ما تقوليش ما نعطيلكش. علاش نعطيك اسم؟ اعطي لا لا اعطيني اسم. انت تقول لي شوف مدرب جزائري اعطيني اسم. عبد الحق. واليوم في الحصه تاع من فضلك عبد الحق بن شيخه تراه الانسب لقياده الخضر. دوكم دافريك دانيرما علاش لا؟ شي جزائري. تشوف واش صار له عبد الحق بن شيخه بعد رباعيه مباراه مراكش. عطاه له الوقت. خلاه يخدم. واش كتبوا عليه في الجرائد؟ كانوا قباح والان كانوا قباح عاقلين هذاك الكتيبه هذيك هجراته من 20 سنه صح واش دار كي راح قول لي واش دار كي راح عطيني الحوصله كيما يحب يقول الشيخ عطيني الورقه كتب التاريخ وين راح عاد الى الواجهه حقق القاب ولا للجزائر ما يتحدث العاصمه كاش الجزائر وفاز بالقاب الجزائر ما كاش وانت كي تطرح سؤال مثل هذا وليد دوري دوكوب دافريك اسمح لي سعيد عطيني اسم تفضل انا ما نامنش بالاسم اليوم ليد دوري دوكوب دافريك شكون انا نامن بعمل مجموعة مدربين منين؟ جزائريين سلام عليكم نعم جزائريين ومجموعة وما شاء الله الحمد لله عندنا دي كادر عندنا دي كادر في الجزائر صح معلش خليني نطرح عليك سؤال نعم سؤال نقاش مفتوح بطبيعة الحال كاين واحد الاسم راهو يدور بقوة يا سيد المعلومي اللي هو على بالك إيرفي رونار كي نقولوا إيرفي رونار وعبد الحق بن شيخة بن شيخة 100% كناوي 200% عبد الكريم بيرا كل واحد وطبعه وانا نمد لا بريوريتي للوليد بلادي اللي هو عبد الحق اسي معلومي انا متاكد انه عبد الحق بن شيخه ما يجيش
اش هذا هو السؤال تاعي؟ هو قال لك خير بين هذا وهذا، يجي ولا ما يجيش؟ قولي متاكد باللي يجي ولا متاكد ما يجيش؟ قلت لك بن شيخه ولا رونار من الناحيه الاعلاميه، انت اعلامي عندك خبره اكثر من 30 سنه يا سي المعلوم. شكون هو اخر مدرب اللي جزائري اللي اشرف على المنتخب الوطني؟ تما بالماضي. لا لا جا ماشي جزائري، ماشي جزائري بالماضي. ما جا كاين ما جا؟ لا بالماضي ماشي جزائري. لا نحكو، لا لا نحكو من قبل منه، كاين ربح ماجر، كاين ربح سعده. نعم ماجر كان سطاف، كان جميل. لا ولكن هو ولكن هو النمرة. انا متاكد انه الاتحاديه الجزائريه لكره القدم هاو التفكير تاعها، حابين في المرحله هذه من 23 الى 26 يجيبوا على المدرب اللي دار كاس افريقيا كما يقول لك ودار كاس العالم. هاو التفكير اللي راه عند وليد صادي. انا نزيد لك معلومه مؤكده، شوف هذه تاع اليوم واسمه رونار. اليوم تحدث مع رئيس الاتحاد اليوم في الصباح، اليوم عمل له اقتراح باش يجي يدرب المنتخب الوطني. هو عنده عقد مع الاتحاد الفرنسي لكره القدم. تكلم معاه بالهاتف؟ ما على باليش تكلم معاه بالهاتف. مهم جدا او كاين جزائري، مهم جدا يا سي المعلومه ابراهيم، او كاين جزائري راهو متقاعد ومازال ما خداش فارق. زين دين زيدان لعبنا احسن كره، جزائري ماشي جزائري اصلي، لعبنا احسن كره في العشر سنين الاخيره. خرجت انفورماسيون في العشر سنين الاخيره هذه احسن كره. شو العشرين سنه الاخيره هذه احسن كره واجمل كره حديثه لعبناها مع مدرب كيكون اجنبي. انا اعطينا بور كريستيان غوركوف اللي هو غوركوف، كريستيان غوركوف. اليوم تاكد هذا، ناكد باسكو انا شفت زيدان زميل تاع فرانس فوتبول واسمه ليكيب واسمه جليط نبيل، قال بعد واش راهم يهضروا على المدربين، قال ولما لا زين الدين زيدان اليوم تواجد بدون مدرب. شحال تعطي له؟ من قبل كنت تقول لي بلي الاتحاديات تعاني من ازمه ماليه، وداك احنا ما قلناش زيدان، احنا قلنا لا ما احنا ما نشكلوش. تعلم راتب زين الدين زيدان كم؟ ما عنديش، انا غير نعرف تاع جمال بالماضي واسمه فيني. انا هذا هو بالك على راتب تاع مدرب اللي سمعته. دوك انت سمعت انا تاع المدرب. سا ديبون لي زومبيسيون تاعك تاع لا فيديراسيون، وشاك حاب وينك حاب توصل. احنا على بالنا باللي دوك لك تحب النتائج، باسكو 2025 غدوه اللي مرينا 24 كوب دافريك الجايه راهي غدوه ان شاء الله 2025. صح، حان الوقت باش تحضر لها، وكاين وراها 25 الحاج كاس العالم 26. انظر دوك ولا ما ديرش المشروع تاعك من دوك المدى الصغير والطويل، راك غدوه ان شاء الله تقول باللي اسمعني علاه وكيفاه. لي بروشام ماتش تاع ليكيب ناسيونال سي على 60 ولا 70 يوم، كاين 70 يوم اقصد تونوا في الجزائر، بوليفيا الباني مع افريك دو سود. صح، هنا تونوا اسمه في الجزائر، لازم المنتخب الجزائري يكون بمدرب. انا نظن هذه السرعه، انا نظن الاتحاد الجزائري لكره القدم يمشي للسرعه القصوى ويجيب مدرب اللي يشتغل في عنده خبره في كاس العالم وكاس افريقيا. عم يقولوا تاع اسمه الاتحاد يقول لك ما نجيبوش يعني مدرب بون فار. ياسين علاش هذا الكريتير؟ عنده خبره دا كوب دافريك وعنده خبره في كاس العالم، على هذا الكريتير هذو علاه؟ باسكو حنا اون اون بلين كومبيتيسيون خلاص. اليوم واسمه لاكوب دي مون، لاكوب دي مون بديت لعبنا دو ماتش ولاكوب دافريك والقادمه 2025 واسمه هي جايه. الامكانيات اللي وضعتهم الدوله اليوم الجمال بالماضي، نظن المدرب اللي يجي اذا كان بنفس الامكانيات وبنفس الاهميه اللي مدتهم الدوله لكره القدم الجزائريه، ما راح يكون الا البيبان يعني نتاعو تنفتح ويدير ريزولتا. باسكو كما قلت انت من 62 لليوم ما كانش مدرب افريقي خدا الوسائل العمل والامكانيات اللي خداهم النخب الوطني. صح 2010 وروحه البروفيل صحيح. عندنا صور مغادره اللاعبين اللي كاين نتحدث ونعود للمنتخب الوطني الجزائري. اللاعبون غادروا فندق اقامتهم بمدينه بواكي عشيه اليوم واتجهوا نحو مطار مدينه بواكي من اجل اخذ الطائره والتوجه نحو الجزائر والعوده لارض الوطن بعد الهزيمه امام منتخب موريتانيا والخروج والاقصاء من الدور الاول للمره الثانيه تواليا في كاس امم افريقيا تحت قياده الناخب الوطني جمال بالماضي. كان باديا ايضا على لاعبين تاثر شديد وكبير جدا بعد مهزله
مباراة موريتانيا، نقول مهزلة لأنها مهزلة والأمر يتعلق بمنتخب جزائري، وفرت له كل ظروف النجاح، بداية بالتربص، بالتحضير أيضا، بفندق الإقامة، وأيضا بالتشكيلة واللاعبين الذين كانوا تحت جمال بالماضي ولم يحسن استغلالهم في المباريات، وشهدنا العديد من التغييرات في تشكيلته وآخرها مباراة موريتانيا. مشاهدينا الأعزاء، نذكر فقط بأن المنتخب الوطني الجزائري يحط الرحال سهرة اليوم بالجزائر عائدا من مدينة بواكي. لدينا صور أخرى صنعت الحدث مشاهدينا الأعزاء أمس في ملعب السلام خارج الملعب أمام الفندق، كان بطلها مجموعة من أنصار المنتخب الوطني الجزائري ووليد صادي، فيس تو فيس بين صادي والأنصار، نتابع. شخصية تاع مدرب يدير خمس شخصيات فيس تو فيس بين رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي ومجموعة من أنصار المنتخب الوطني الجزائري الغاضبين، من حقهم يغضبوا بالنظر إلى النتائج السلبية، بالنظر إلى السقوط المدوي أمام منتخب موريتانيا، لكن عندما يأتي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم مشكور بنظر إلى كل ما وفره للمنتخب، مشكور لأنه خرج في لحظة غضب بعد المباراة مباشرة ليتحدث مع أنصار المنتخب، لكن الحوار والنقاش ليس بهذه الطريقة. يجب علينا أن نتطور ونطور أفكارنا، يجب علينا أن نطور النقاش من أجل الرفع من مستوى كرة القدم الجزائرية. والنقاش بين وليد صادي اللي خرج ليقابل أنصار المنتخب الوطني الجزائري في لحظة غضب، يمكن رئيس اتحادية آخر ما يخرج وما يتحدث كامل مع الأنصار، يبقى في الفندق ويعود مباشرة إلى الجزائر، لكن وليد صادي ليس لدينا معه لا ناقة ولا جمل، تحمل المسؤولية، وقف أيضا مع الأنصار في ملعب السلام عندما قسموا إلى جزئين في مدرجات ملعب السلام، وقف مع مجموعة من الأنصار الذين دخلوا إلى أرضية الميدان، ذهب ليتحدث معهم بعد الخيبة وبعد المهزلة، لكن طريقة الحديث ليس هكذا. ياسين معلوم، مش رئيس فيدرالي خرج هكذا لاول مره، انا ما شفتهاش بصراحه، انا ما شفتهاش صراحه. حق لوريس هنا يفالي كي بروفيت لا سورتي تاعو، وكان كان شويه نظام شويه هكذا صغير، نجمش يكون نجمش الحاج شوف لا يفالي فيران كوردون بلا واحد يكون منطقي، شوف واحد يكون منطقي، الغضب اللي كانوا فيه الانصار لا هذا الزملاء تاعنا اللي راهم اوتور لا لا اليوم الغضب راك تبرر تصرف الانصار لا 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 قلت لك الغضب نحكي على الغضب، لكن عندما يخرج لك رئيس الاتحاد عندك لا فرصه باش تعطي له رسائل يمكن يستفاد منها، ولكن ليس بهذه الطريقه. شجاعه شوف شجاعه، انا اقول لك حاجه، الشجاعه اللي كانت عند رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم وانا نشوفه فيه هو اجتمع واسمه الانصار، والانصار كل واحد والعقليه واش عنده، صح. واحد هذا ما نحبوش المدرب هذا، صح. واحد نحوه، واحد كذا، واحد كذا، استمع كامل واسمه الانصار، وحتى انه جبل ربي سمعته قال كلمه قال لهم نتخذ القرارات ولا اذا اخره، اليوم كل هذو اللي كانوا يعني موجودين كان الهم تاعهم واحد وهو انه المدرب الوطني يغادر واسمه المنتخب، ها واش كانوا كاع يطالبوا بانه المدرب الوطني سبحان الله كي كان يطالب سعيد كناوي وامثاله برحيل لا جمال كل يوم ابراهيم خونوهم وقالوا لهم ما تحبوش لا شوف حبس هذه تاع واحد يخون، شوف هذه انا نقول لك حاجه، رانا في كره القدم منذ ما على باليش واش من عام، كره القدم مخدومه هكذا ستميليو انقرع نتائجهم يحكموا فيك، اليوم انا نقول لك حاجه شوف تنجم شوف هذو اللي كانوا يغنوا في 2019 كاين ناس ولو ما يهضروش معانا
على جال المدرب الوطني، انا ما عندي لا نقا ولا جمل معاه، لا المدرب الوطني ولا واحد. صرات لك ياسين معلومه؟ صرات لي بيان سور، كاين ناس، كاين ناس لما تناقش معاهم مع المدرب الوطني واللي ما يهضرش معاك، ما يهضرش معاك على المدرب الوطني. اليوم هذا المدرب الوطني اليوم ينجم يدي كاس عالم، ناس دات كاس عالم، المنتخب الالماني في 2014 دا كاس عالم، في 2018 خرج في الدور الاول، هذا المنتخب الالماني بالارماده تاع اللاعبين تاعو. اليوم ديت كاس افريقيا في 2019 مع لاعبين، مع منظومه، مع كره، مع الى اخره. اليوم في مناسبتين ولا ثلاث مناسبات متتاليه، مناسبات نتائج جد سلبيه، جد سلبيه. الناس كما تعرف المدرب الوطني بطريقه او باخرى وبطريقه منطقيه بطريقه حضاريه من الحقوش عليها. اليوم المدرب التونسي شفناه على المباشر جلال القادري، بعد جلال القادري بعد نهايه المباراه يتكلم مع الصحفي التونسي ويقول له اليوم انتهى العقد تاعي مع الاتحاد التونسي لكره القدم، خلاصت خلاص. بصح الخرجه هذه، السلام عليكم ورحمه الله. الخرجه هذه كانت، شوف انا عندي الخرجه هذه انا جو لوي تير شابو بيان سور، باسكو الناس كانوا في غليان، الناس داروا ديبلاسمون، خذوا طياره، مشاو، كاين اللي خسر فلوس. قلت تما المهزله هذه اللي صارت ما تقدرش يعني تتصور وما تقدرش تفكر واش راح قادر يدير لك ان سيبورتور اللي يتحرك. الشجاعه هذه اللي نزل وامتص غضب الجماهير اللي كانت موجوده هناك، انا نقول لك هذه ساهمت ب 50 او 60% كلام الناس. حتى الفوضى هذه، هي فوضى، الحمد لله ما صار حتى شيء، ولكن الناس يقول لك انا هضرنا مع بريزون فيدراسيون وقالوا لنا ودرنا وكذا، ياخذوها كرسميات. هو الخروج نتاعو سعيد كناوي، احنا في الجزائر ولا غنحبسك فيه في السياق، لا لا خلي في السياق، في السياق. تفضل تفضل. انا هنا في الاستوديو قلت لك لو المنتخب الوطني يوصل الى ربع النهائي نتيجه ايجابيه ونكرتها بعدها. سنة سنة لا لا واش بعدها نكرتها. لا خلينا، انا كي شفيت فيها قلت لا لا لا، بعد انا لما شفت دليل، انا لما شفت دليل عاودت قلتها الان. دور دور لا لا دور، انا ندور، انا معاك هذيك الدور، انا ندور، انا ما قلتش. لا 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 خاف 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 دوكا يقول. لا لا انا لما شفت، خاش ما تخاش يا سيدي، انا معاك. لما شفت لما شفت الامكانيات وشفت اللاعبين وشفتها يعني مقارنة بالمنتخبات الأخرى، هي الرايو. قلت أنايا يا سيدي ربع النهائي حنزيدو أن بالي نصف النهائي، هاولينا لا ربع النهائي ولا الدور الثاني ولا الثمن. اليوم لا، اليوم اللاعبين وخاصة رسالة للاعبين، لازم يكونوا واعيين هذا اللاعبين. اليوم هذا اليوم، اليوم أنا نقول لك حاجة، اليوم في الجزائر أي شوف ماشي نكسة، ماشي نكسة، أكثر من نكسة. اليوم اليوم اللي تهضر معاه يا ودي حنا يخدموا معانا زميلات، والله ما على بالهم الى الفوتبولي تلعب ب 11 ولا ب 5 ولا ب 16، ما على بالهم قولوا واسمو كره قدم، ولكن كاين يهدوا على كره قدم. ياسين معلومي، علاش في الجزائر ما عندناش الوسطيه في التفكير والعقلانيه؟ علاش عندما نشيد بمدرب نطلعوه بزاف لغايه التقديس، وهذا ما شفناه مع جمال بالماضي، وكي تسوء الامور نحبطوا سي ابراهيم لتحت بزاف، وما عندناش الوسطيه والعقلانيه. وعندما تكون عندك الوسطيه تكون عندك عقلانيه في التفكير، هذه ثقافه. يكون عندك ثقافه خاصه في كره القدم. تفضل قال الشيخ عبد الكريم قبيل على الفريق المصري اللي عنده اكثر من قرن في الكونفدراليه، اللي مازال المقر تاعهم مازالهم في القاهره. نظن احنا لما تكون عندك ثقافه، ثقافه خاصه من جانب التفكير في كره القدم، والعقل يكون يعني في المعقول كما يحب يقول الشيخ عبد الكريم اونكورين فوا، ما يقدروش يصراو هاد الحوايج هادو. البارح انا شفت صوره ثانيه تاع عيسى مندي اللي بعد نهايه اللقاء راح مشى ونحييه ايضا على الشجاعه تاعو. اي صح، هادي والوحيد اللي هضر لوسائل الاعلام ياسين معلومه عيسى مندي هو توبا، سيت اون ريسبونسابيلتي، وهذه ثقافه ولازم تكون هديه من الفئه الصغرى، وروح ماشي ترقد وتنوض تحوس انت يكون عندك لي كومبورتمون تاع الناس اللي عندهم 100 سنه كره قدم. انت قلت كلمه مليحه، لما نشوف اونترينور اللي يدير 2 3 ريزلتا سي لو ميور اونترينور دي موند. يجي نهار وين تاع مرحله فراغ، هذه هي الكره دايره هكذا. يقول لك هو هذا الاونترينور ماشي هذا هو اللي كنا نهضروا عليه، عندنا مده صغيره برك. الحاج باش نكمل هذه هذه قلت لك اونكور فوا سي اون كولتور اللي لازم تجي مع الوقت مع التربيه. تفضل شيخ. والله نزيد انا في كلام الحاج، باسكو شوف كاين رب العالمين خلقنا، خلق القلب تحت العقل، بلي كيخمم ارياج قلبه. لا فيرساتيليتي يدور تم على حساب لي ريزولتا.
تربح انت هو انت هو كلش ما تبعش هذا احنا عشناها ما راهش حاجه جديده احنا عشناها في الكلوب تبع انت هو بابا نهار تخسر انت هو اضعف مدرب واحد يتقبل لانه هذا تاتي يفو لو براتيكي اوسي حكينا حاجه المسؤول لا المسؤول لازم العقل يكون فوق القلب العالمين خلق العقل فوق والقلب راه ملتحت هو اللي على باله يقدر يحمي المدرب تاعو يمشي معاه وعنده ايمان فيه هذا بالنسبه للمسير نقول معقول معمول مسموح وممنوع اذا رحت الممنوع راك ظلمت روحك المسموح تقدر تمشي معاه الشيء انا اللي حبيت نقوله على سي وليد صادي لانه خدمنا كيف في لونتونت اون 2004 شوف انا جورور دو ريسبونسابل كيف وي طافول فو فير فاس طافول باسكو الشعب هو روح تاع المنتخب البيبليك هو الروح تاع النادي ان بيبليك اللي يجي ويعمر لك ستات ويخلص وبكاع المشاكل اللي عنده يجيح وبلا به انت ما عندك ما دير وبلا بليه وبلا به لا بيرفورمانس ناقص علاش يقول لك اللاعب رقم 12 ولكن اللاعب رقم 12 هذا لازم تصارحوا وتواجهوا الشيء اللي داروا يحسب ليه كثير 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 وما يسالش في الشيء اللي راهو صاير لانه شحال عندهم اللي جوال اقتصادي شهرين شهرين سبتمبر ونقول الشيء اللي داروا انه راه عاش مع المنتخب وتكلم مع اللاعبين والناخب ورافقهم والامكانيات اللي هضرتوا عليها ما نعاودوش نرجعوا لها انه امكانيات في مستوى عالي وقالها صادي اضافه نعم. فقط عبد الكريم بيرا في المنشور على حسابه في موقع اكس تويتر سابقا بعد ان اجتهدنا ووفرنا ظروفا مثاليه للاعبين من اجل التالق وتحقيق الهدف معذره مره اخرى لملايين الجزائريين بصح شوف لينكونفينيون لما يكون لوتيل ديفون لو ستاد وين هوتيل برايفت بريفي ما راهوش فيلاج افريكا وين كاين كاس ناسيون ولا على بالك تقدر تستنى لي ديبوردومون تو مومون لو حنا فزنا بالك نقول لك راهم داروا عرس كبير للكامل ما حبسوش لي سيبورتور ولي جوار يقدروا يحبطوا لهم ويغنيو معاهم ومنا والعكس صحيح ولي ديبوردومون هذاك واش صعيب انا واش نقول وننصح مام الجماعه اللي راهي تما اللاعبين ردوا بالكم اللاعب ما لازمش دخلوا هذاك الخوف وهذيك لا بريسيون نيجاتيف اللي ما يعيشهاش في اوروبا تفهموا مليح ولا لي ديباسمون هذوك ما في كيما يقول لك في لو لونغاج فيربال سا سي امبورطون علاش لانه اللاعبين هذو ما راهم ولادنا ويقعدوا ونمشوا بهم يقال انه جمال بالماضي عبد الكريم بيرا يعني دخل لاعبيه يعني معلومات مؤكده قريبه من المنتخب الوطني الجزائري دخل لاعبيه في ضغط رهيب جدا قبل تحضيرات خلال تحضيرات قبل المباريات بعد المباريات قال لك حتى في الفطور في فطور الصباح ضغط رهيب جدا دخل فيه اللاعبين شفت الندوات الصحفيه لجمال بالماضي الاخيره ياسين معلومه كنت شعر بانه ربما تغير نوعا ما ولا يدخل ندوات صحفيه تحت ضغط رهيب جدا ما هو السبب شوف رأيك؟ شوف انا فقط انا شفت ندوات صحفيه تاع جمال بالماضي هنا في الجزائر واسمه حضرتهم وشفتوا لما داهم في كاس افريقيا وشفت الندوات الصحفيه تاع المدربين واسمو الاخرين تاع المنتخبات الاخرى ما هو الفرق؟ تحس بلي انه المنتخب الجزائري المدرب الجزائري يجي للندوه الصحفيه لتصفيه حسابات فقط مع من؟ مع الزملاء من وسائل الاعلام لاني انا اليوم نخدم في وسيله اعلاميه من حقي نطرح السؤال الذي ما دام جبت هذا الموضوع يا سي معلومي الا ترى بانه دخول جمال بالماضي في صدام مع وسائل الاعلام الجزائريه كان ضده دخلوا في امور سلبيه اخرى بعداته على الجانب التكتيكي والفني للمباريات أنا ناكد لك يا سي معلومي عندما يقول مدرب في المطار ربي يهديهم ولا يديهم لرجال اعلام ينتقدوا وحقهم ينتقدوا بطبيعه الحال هذا امر خطير شوف انا الانتقادات اللي تلقاها جمال بالماضي مقارنه بالانتقادات اللي تلقاوها مدربين وحد اخرين واسمه في العالم مش انتقادات هذه واحد يهضر الى اخره انتقادات الناس لحقوا انتقادات كبيره يعني ماشي هذه ماشي انتقادات اليوم انا من حقي جو سوي جورناليست كاليفي أنا أطرح السؤال للمدرب سعيد كناوي الذي أراه مناسبا سعيد كناوي كمدرب حر إجابة يجاوب ما يجاوبش يهرب على السؤال ودائما نقولها لك ديدي ديشان خمس سنين هو يجاوب على السؤال تاع بنزيما كل يوم بالطريقة والناس يضحكوا على بالهم بلي مش هذاك هو الجواب
اليوم جمال بن ماضي اليوم جمال بن وانا زيد نقول لك حاجه. علومي راهم يقولوا المحيط تاعو هو اللي يدخلوا افكار سلبيه على وسائل الاعلام. طبعا المحيط تلقى تشوف هو يتلقى. انا نقول لك حاجه، اليوم جمال بن ماضي يقول في الندوات الصحفيه اني انا مانيش نشوفكم وماني كذا. جمال بن ماضي عنده كل الجزئيات التي تكتب في الجرائد او في البلاطوهات، عنده كل المعلومات الموجوده، كاع المعلومات عنده، ناس يرسلوا له كل ما يحدث، كل واحد واش يقول عنده، هو يجيب نظره. وهذه ظن انت ياسين باللي تقدر تخدم له ليه ولا ضد عليه؟ ضد عليه، ضد عليه. لكن الحقول هذه تقدر تخدم له ضد عليه، علاش هذو اللي راهم معاه؟ شوف يجيبوا له في هذه الفورماسيون اللي ما يصلحوش ليه. الحاج انا في الفتره عندي واحد الشهر ولا عملت ستاج في ليكيب الفرنسيه، جريده ليكيب الفرنسيه، هدونا مع لي جورناليست تاعهم الى اخره، كيفيه طرح السؤال، كيفيه كذا كيفيه كذا. نقول لك انه انت اون طونك جورناليست تطرح السؤال كما قلت لك اللي تشوفوا سؤال الى اخره. بون يعني ما تروحلوش الحالات مثلا الشخصيه كذا الى اخره، ولكن الاول اللي يفيد الناخب الوطني هي لا سيريل دو كومينيكاسيون تاعو. انا لو عنده ان سيريل دو كومينيكاسيون مليحه يجتمعوا به 24 ساعه من قبل ما يعقد الندوه الصحفيه، يعطوا له كاع الاسئله اللي راح تدور. 95% هكذا تكون بيان سور 95%. علاش ما تروحش للاعمق وتقول انه اي انسان اي شخص مهما كانت الرتبه نتاعو مدرب او مسؤول فيه، لما تعطي له دي بوفوار تعطي له صلاحيات اكثر منه اكثر من لازم. ما حبش يقولها راك صنعت فرعون. هذه ما حبش يقولها صنعت فرعون، وين تتدخل في الملاعب وتتدخل في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في لابريس وتتدخل في اللاعبين من حقك وتتدخل في كل شيء اللي عندك، لان عندك صلاحيات، عندك اون كارت بلونش اللي عطاوها لك هي اللي خلاتك ديكتاتوري وخلاتك فرعون. نظن هذه اول غلطه، هذه اول غلطه. ثاني غلطه هو تكلم لك على الضغط، نجاوبوا على الضغط. لما شوف خذا لي 25 جوار ولا لي 26 جوار اللي داهم، تكلمنا في هذا البلاطو قلنا اليوم جمال بالماضي راه في ضغط كبير. علاش لو شوا دي جوار اللي خذاهم كوم بارازار 20 لاعب حسب رايي انا 20 او 21 لاعب بنفس المستوى. ولما يكون عندك لاعبين بنفس المستوى كما كان كما راه اليوم في المنتخب الجزائري، عندك 17 بروفيسيونيل، سي دي بروفيسيونيل ناقصين بارابور لي احنا نشوفوهم، ولكن هما يسو كونسيدر بارابور لا فورم دي مومون. بوند لا فورم دي مومون رانا شفنا باش ما نرجعوش ليها. دير روحك تحت الضغط. واش دار؟ اللاعبين راهم معاه، هذاك سي البروبليم تاعو، سي المدرب هو اللي يختار، هو اللي ممكن يغلط كذا، ولكن لفت خلى لي جورناليست غلق عليهم وما عندكش حق تصور وما عندكش حق تدي المعلومه. هنا واش معناتها؟ راك تحدث عن المباراه الوديه اللي رفض الوديه والتمارين اللي قبل هذا من حقه، بحجه الحفاظ، ولكن على حفاظا على هذو الناس جزائريين مشاو معاك يحبوا المنتخب الجزائري. شوف ولادي راه جاو يديروا خدمتهم، تمنحهم باش يديروا خدمتهم. سعيد ولادي راه مجانب الاحتراف قبلها مجانب الاحتراف بور بروتيجي سون جروب اون لاكسيب مقبول، بصح ولادي ديرها بور تفونجي بارابور لوسائل الاعلام. هنا لا النتائج هي اللي جاوبت. اليوم تتكلمت على الضغط، ما نساوش بلي جمال الماضي كان اللي تي دون الدور ابري لاكوب دافريك اللي فاتت، ابري الكاميرون تاع الاقصاء في كاس العالم، وزيد لاكوب دافريك اللي درناها بلي تروا ماتش جازو كان دون الدور، راح يدخل المنافسه بالسوفينير اللي كان عندها عامين برك مازال حي. سي نورمال يكون تحت الضغط تاع نتائج، وحب يوصل لهذيك الضغط ديالو يردوا بالك ايجابي من جانب المجموعه اللي كانت عنده. مع الاسف انا اونكور اون فوا دار ثقه في خاصه الكوادر تاعو اللي ما ردولوش لا بيز لا موني بارابور لا فورم دي مومون بارابور كومبورتمون بارابور انت بيني وبينك انا سمعت في قناه اجنبيه لو كرون رياض محرز اللي شوف حنا وين بلاصيناه، شنو بلاصيناه؟ راه هو اكثر من ماني واكثر من مو صالح، يدير ديكلاراسيون اللي كان يقدر يتفاداها. هما قالوا بارابور سون كومبورتمون ولا لي ماتش اللي دارهم زاد الضغط، كان ما يديرش هذاك التصريح وما يروحش يقبح مع مع اللي يحبوه ولا اللي يحبوا الكره الوطنيه. حتى التعامل ولا المعامله
تاع بعض اللاعبين في المنتخب الوطني اي يحقوا الصحفيين واسم تاعنا هنا في الجزائر يحقوا لي جورناليست تاع الجزائر لما تقدرش تحقر لا دقيقه حقر راسي طرودي انا مش بريش عليه مش عليه لاعبين 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 شوف لاعبين راهم يلعبوا في المنتخب تاعنا ما نهضروش عليهم ولكن انك واش فيها لو تجي مثلا تعمل صحيح في دقيقه ولا في اثنين وانت واش مطروح شي دور لوبليغاسيون ديال الديكاس علاه لما تجيك صحافه اجنبيه وهي محرز قائد الفريق لما هضر ما هضرش الوسيله اعلاميه جزائريه انا عندي ربما واحد اربع سنين ولا خمسه مازال ما شفتش رياض محرز ربما ما يقال ياسين معلومي انه هذه الافكار السلبيه للاعبين تجاه الصحافه جات من عند جمال بالماضي يقال ساكن كل واحد مسؤول على روحه اسمع هذا كل واحد عنده جمال بالماضي شخصيته جمال بالماضي لما كان لاعب في المنتخب الوطني هيا جا لهنا الجزائر في 2001 ودا له بالون دور تاعو الى اخره خدمنا معاه طونك لاخر طونك جوار اللي في واحد حاجه نظيفه خدمنا الى تخدم معاه تخدم مع اللاعبين ولكن العقليه تبدلت دوبوش الوري ربما من 2009 ولا 2010 بعد كاس العالم تبدلت العقليه تاع اللاعبين لما يجوا وزيد حاجه حتى الزملاء احنا غلطين غلط لما نروح المطار هو يبو مدين نستنى اللعب اعطيني في العالم الى تعرف في العالم ها من اللاعبين المدربين انا علاش راح نستنى اللعب هذه شوف هذه ما صارت لا في ايطاليا لا في فرنسا لا في اسبانيا لا في علاش نستنى هذا اللعب منطقيا ما نستناش اللعب يجي لما يجي ندوه صحفيه او في الازون ميكس او انا نطلب له واسمو حوار اليوم انت ابراهيم راك عملت حوارات وكذا الى اخره لما انت تطلب ان دوموند واسمو ان كلوب بور ان جوار يريبوندي لك دو جو سمانه شهر منها يعطيك رونديفو تروح تهضر واسمو مع لي جوار صح هنا لما يجوا اللاعبين هنا للجزائر ما يتوقفوا لا في لازون ميكست ما يهضروا مع الصحافه الجزائريه بصح لما يجي وسيله اعلاميه اجنبيه يتكلم انا نقول لك حاجه هضروا في فيسبوك هضروا في اللي واسمو في تويتر هضروا في كل الا مع وسائل انا شفت لاعب جزائري يقصر فيسبوك مع ناس واسمو خاطيهم لما تجيك نتايا تجيك انا نقولوا انا ولا نتايا الى اخره نستناو واسمو اللاعب واسمو في الندوه الصحفيه او بعد اللقاء واش فيها لو كان يعمل لك تصريح هاو توبه بالامس موندي بالامس عمل لي واسمو تصريح وصل ما صرا والو اليوم اللاعبين لازم يبدلوا لهم العقليه الله سيلول دو كوميونيكاسيون تري امبورطون تكون عندك اون سيلول دو كوميونيكاسيون يا اورغانيزي بناس اللي يعرفوا ما تخليش ندوه صحفيه تدوم ساعه ونصف زيد زياده على هذا ياسر معلومي ساعه ونصف لندوه صحفيه لمدرب المنتخب الوطني الجزائري فهذا غير مقبول تماما سؤالي تعود لندوه صحفيه ياسين شوف انا نهضر على روحي انا نقول لك على روحي عندي معلومات عن المنتخب الوطني ربما معلومات شوف لا تقال ولا تكتب ولا تنشر معلومات ما نجمش نمد معلومات اللي ضر المنتخب تاعي ما نمدهاش ما نمدش معلومات ضر المنتخب تاعي انا نتمنى دائما النجاح للمنتخب تاعي بصح الناس في المنتخب الوطني واسمه الوطني يتمداوا واسمه ابراهيم احنا هذا المنتخب هذا لازم نحافظوا عليه وانا نزيد نقول لك حاجه هذه رساله الى رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم القادم المدرب الجديد لازم ديلو ان سيلو دو كومونيكاسيون كبيره والناس اللي خشوا انا نعطيك حاجه بعض الزملاء وانت تعرفهم والناس تعرفهم خدموا في الاتحاد الافريقي لكره القدم صح كانوا في لي سيلو دو كومونيكاسيون دو لاكاف هذوك هما انا مثلا عادل الحاجي نعرفوا الى اخره خدم كاس عالم خدم كاس افريقيا راه موجود وشو في لاكاف واش فيها لو كان تجيب ناس كيما هذو اللي يعرفوا لي ريلاسيون كذا منا اللاعبين تمد لهم على الاقل واش يقولوا باش ما يدخلوش واسمو في الصدامات وما يسبوش الناس ويقول اليوم انا نقول لك حاجه المنظومه تاع كره القدم والاتحاد كما قال اسمه عبد الكريم لازم تدير الناس اكفاء ما ديرش انا نقول لك حاجه با بو لي بوزيو اليوم كو سوسوا لو دي تي ان ولا نيمبورت كي لازم لي كومبيتونس انا لما نشوف يقول لك مثلا ان سي في يقول لك مثلا مدرب حط ان سي في باش يحكم المنتخب الوطني واسمه الاول انا بيرسونالمون انا جو سوي كونت انا لوجيكمون اونتاينور ان بريزيدون دو يخيروك كمسؤول بيان سور المدرب يخيروك بارابور تو بروفيل بارابور تو بروجي ديو سي با ان اوفر دو بلوا الله فيك اليوم وانا نزيد نقول لك حاجه انا متاكد 200% انه اليوم الفاكس تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم يكون محبس كاع الناس اللي كاع لي ماناجر اللي عندهم لي زونتاينور حابسين كاع يبعثوا ياسين صح معليش خويا
تفضل التدخل تاعي. سي ابراهيم كاين الواجب وكاين الحق. انت سبق لك ودرت دي زانترفيو ودرت دي زونترتيان في لو نيفو. تي ان شامبيون تري ريسبكتيف لوروب. وفي بلاد اللي عندها باع وتاريخ كبير في كرة القدم هي ايطاليا. نذكروها. كاين لو دوفوار اي لي دروا. لو دوفوار دان سيليكسيونير ولا دان اونترينر ولا دان جوار مهما كان ضروري انه يحترمهم. لانترفونسيون وقتاش، لا كوميونيكاسيون وقتاش، يبقى الاطار المنظم. وضروري الصحافة تانيك ترفد المستوى. كان كونوا صراحة بعض من الصحفيين اللي ما داروش تكوين صحفي، جاوا بالك اختصاصات واحدة أخرى اللي بعيدة على الصحافة. واليوم لا كوميونيكاسيون ديفوني امبورتونت. الكريم بيرا ندوة صحفية في الخارج ما تدومش أكثر من 20 دقيقة. هذا أولا. ندوة صحفية في الخارج اللي حاكم الإعلام في الفريق ولا المنتخب عنده اون ليست يسمعلو فيها رجال الإعلام من القنوات اللي تمتلك الحقوق وتجي حابط الى القنوات الكبيره. هل تعلم انه 60% من وسائل الاعلام في ذلك البلد ما تحضرش الندوه الصحفيه؟ لانه كاين قنوات كبيره لها الأولوية بصحفيين كبار ومميزين ومخضرمين ياسين معلومي لو معنا هنا في الاستوديو، اللي هما الاولويه يطرحوا الاسئله المفيده للناخب الوطني ولا للفريق. وفي الحوار يا ياسين يا معلومي قبل ما يبدا الحوار لاطاشي دو بريس يجي عندك يقول كوري لي الاسئله نشوفها، ينحي لك الاسئله اللي فيها لبس تقدر تكون مفخخه وتدخل دير الحوار اللي ما يدومش اكثر من 20 دقيقه، كل شيء منظم. وزيد سي ابراهيم باش نكمل في كلامك، انه الناخب ولا المدرب ما لازمش يكون متعجرف، ما يكونش سولو. لا عندي حق نجاوب، عندي حق نجاوب وعندي حق ما نجاوبش. صح. في بعض من الاحيان ثاني سي ابراهيم لو جورناليزم ولا لا بريس كانت السلطه الرابعه، اليوم راهي السلطه الاولى. حنا ما نساوش باللي ماجر اللي نحى صحفي، والسبب هذاك هو اللي بدا وبدات من تم. تفهموا مليح. صح. شفت كي نهضروا على الامور ثابته واضحه هاي باينه. يبقى وشنو لي زاك جوستيفي لي زانتونسيون، حب يقول الافعال تثبت النوايا. حنا دوك مش رانا حابين، اذا المنتخب ارتفع الى تي سي كما حنا نقولوا تري اون نيفو، لازم كامل الناس المنظومه كامل تمشي معاه. ما راهيش غير للجانب اللوجيستيكي وحتى الجانب التنظيمي. يبقى اذا استنتجنا بالسلبيات اللي رانا نلاحظوها ونردوها ايجابيات، لانه مهما كان الصحفي لولا هذا البلاطو وبلاطوات واحد اخرين، لولا ولادنا اللي راهم في ان شاء الله يرجعوا بخير كما رضوان والجماعه اللي راهي موجوده، لولا هما يا ترى يكونوا عندنا صور باش نقدروا احنا نعرفوا واش كاين. هذا دور كبير. لولا الصحافه نقدروا نعرفوا خبايا تاع المنتخب. هذا معقول؟ لازم انا نقول مدرب ولا ناخب يل دوا بوزيتيفي، يعرف بلي هذه الصحافه هذه راهي تدعم وراهي تمشي معاه وراهي ترافق معاه. نقطة مهمة. صح. باسكو علاش؟ هذه ساجي با جنسية واحدة جزائرية. والحاج خويا هذه ما راهيش امورك انت الشخصية. ليكيب ناسيونال سي لا بروبريتي دو تو لي الجيريان. لا والفايدة تاع كرة القدم حنا كاع نروحوا ليكيب ناسيونال تبقى ولا الجيري تقعد. ياسين لا سمحت خليني نعطيك كلمنا لا سيلو دو كوميونيكاسيون. والله غير في نفسي خاطر سي امبورتون واش قال. كلمنا لا سيلو دو كوميونيكاسيون ابراهيم اسمح لي سعيد. تفضل. كاين صالح عبود هو اللي راهو مسؤول وحده في المنتخب الوطني، مكلف بالاعلام في المنتخب الوطني الجزائري. باسكو حنا تكلمنا صالح بيع، نعرفوا بلي صالح بيع عنده يعني لاباس به. يرحم والديك ياسين معلومي بشهادة الإعلاميين اللي راحوا البواكي ونقلوا كل كبيرة وصغيرة، صالح بيع عبود وقف مع كل رجال الإعلام وساندهم وعاونهم في كل شيء، واللي كان يطلبوا كان يعني واقف. كل الحق واحد يقول رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية هاو يدير حوارات مع الصحفيين لتمرير رسائل او لما يخاطب. حنا اليوم رئيس الجمهورية يروحوا لعندو الصحفيين باش يهضروا معاه، المدرب الوطني ما تنجمش تهضر معاه. والله ما تنجم تهضر معاه، أنا نقول لك حاجة، ديجا من قبل ما تطرح واسمو السؤال، ديجا واسمو يبدا يخزر فيك هكذا ويبدا يخزر، وزيد حاجة واحدة أخرى. في يعني في واسمو في فرنسا ولا. علاش يخزر فيك؟ شكون؟ علاش يخزر فيك؟ والله ديفونسيف. ربما تقصد. بطريقة ربما طرح سؤال ولا. لا ما يخزرش فيك. لا سمحت برك، لا سمحت. تكلم قبيلة التنظيم أخ إبراهيم، كل ما شفناه خروج تاع وليد صالح. كلكو بار حنا ثاني نسالو كلكو بار ثاني في بارتي دو لا فامي دو جورناليزم، صح ولا لا؟ كي تكون تنظيم
ما تعطيش الفرصه لهذاك اللي يكون فاس ما عنده ما يهضر. دونك انت وليت تكلم لك على الهاتف وليت تكلم لك على لا كيستيون بوزي واحد في ثلاثه راه مام ما تعطيلوش فرصه ثانيه. هو كما تقول انت ندوه صحفيه صح ما ندومش ساعه ونص كاش منها صح ولا لا 20 دقيقه حتى تنظيم تنظيم من جانبنا احنا لازم يكون تنظيم لاباس به ماشي دوك انت تلحق الحاج والله غير هذه اول رساله نوجهوها لرئيس الاتحاد الجزائري ان شاء الله المدرب القادم للمنتخب الوطني الجزائري ندواته الصحفيه الرسميه قبل المباريات ان شاء الله ما تدومش سي ابراهيم من اسمح لي دقيقه هذه ونحبس تفضل هذه ونحبس. انا في ليكيب قالوا لي حاجه واحده انه قبل بدايه الموسم الكروي الاتحاد الفرنسي لكره القدم يتصل ب مثلا وسائل الاعلام قال اعطوني واحد ولا اثنين ولا ثلاثه لي لاكريديتاسيون بون مش لاكريديتاسيون شكون هم لي نون دي جورناليست اللي يجوا يحضروا. ما كاش منها يا سي ابراهيم واحد يبدا يخدم الصحافه اليوم نبعثوا عند المنتخب الوطني صح اكزيستيش هذه منطقي اني يجي الاقدم والاحسن والواحد اللي على الاقل يمد واسمو ديكاسيون اللي على الاقل على الاقل يفيد واسمو الناس. مش نجي انا واحد يكتب لي سؤال ونجي واحد ومن بعد من هي يعاود واسمو لامين كاسيون نو هذه سي با يا يا ياسين شوف اي مهنه الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يطلب منه ان يكون رحيم مع الناس في الكلام. تكلمنا هنا شحال من مره على حكايه الناخب الوطني مع الصحفيين وقلنا حتى ولو صحفي انت ترك مدرب وطني الجيري هذه الجزائر قاره اليوم اختاروك انت وجابوك مدرب للمنتخب الجزائري يعني سيت ان اونور شرف كبير شرف كبير لكل مدرب. جاك انت صحفي وغلط وقال طرح سؤال سي ماهوش سي با ان تكنيسيان طرح سؤال شويه ما تهينوش ما 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 تحطموش صح. ما تضربوش باسكو هذاك الصحفي الصغير صح. بعد شهرين ثلاثة شهور أربعة شهور راح يتعلم راح يكبر راح يقاومك راح يجي ضدك خاصة الصحفي. إذا أنت كمسؤول شوف حتى في لا ديميسيون تاع كي قالوا كي ندخلوا الجزائر أنا كل يوم نفكر نروح بعيد نقرا بين السطور علاه كي ندخلوا الجزائر علاه كي ندخلوا للجزائر؟ حتى في قناة الأجنبية علاش كي ندخلوا للجزائر؟ باسكو في الجزائر أنا قبيلة لما قلت المنظومة اللي حطت بالماضي ممكن هو يقول لك كي ندخل للجزائر أنا نشوف نتفاهم مع المنظومة. سعيد حتى أول إجابة لأول سؤال الفيدرالية حاج عدلان علم ربي أول إجابة لجمال بالماضي في الندوة الصحفية سعيد كناوي كانت بطريقة غير لائقة نسمعوها مع بعض نعم. في هذه الندوة الصحفية التي نشطها جمال بالماضي بعد مباراة موريتانيا سأله الإعلامي الجزائري وقال له أعطاه له إحصائية سلبية أعطاه له إحصائية إيجابية قبل مباراة موريتانيا جاوب عليها بصدر رحب يعني وكان فرحان وعلامات السرور بادية على وجهه لكن ربما هذه الإحصائية السلبية ما خدهاش بطريقة إيجابية نسمع لما قاله جمال بالماضي. Je vais pas préciser que peut-être un des rares entraîneurs le deuxième avoir gagné une coupe d'Afrique aussi. Ouais ça et le je me fous de tes remerciements. Tes remerciements à toi, parce que je connais depuis 6 ans, pour ceux qui ne connaissent pas. Ta question, on n'a pas, je ne sais même pas quoi répondre à ça. C'est pour démarrer comme ça. Pour moi, c'est pas du journalisme. Toi, tu es en mission depuis le début, je te l'ai déjà dit de toute manière. مدرب جزائري لمرتين متتاليتين خرجت من الدور الاول هذه حقيقه احصائيه واقع حقيقه واقع ما تخرج من الواقع طريقه اللي جاوب بها يعني استهتار وحضره لا عنده حاجه عنده حوايج لا هي طريقته لا بي عطى له صلاحيات اكثر من صلاحيات مدرب وطني عادي الناس الكل يشوفها قدامه يعني ما الرد كان هو اللي يدعم الشيء اللي راني نقول فيه ندخلوا في كلمه حقره نقولوها باللي ظلم الصحفيين في كثير من الاوقات وقلت علاش لان بعض الصحفيين ممكن مستواهم بعض الصحفيين ممكن عندهم اتجاهات معينه وولفوها ونقولها اليوم التاريخ لا يرحم عندي سؤال مصطفى ماجر نحاوه صحفيين وطبعوهم
ولات الناس الكل تنشد هو غلط في لا كوميونيكاسيون، ولكن ماشي هذيك الدرجه وين لعب دي ماتش اميكو وخسرهم. لحقني سؤال لك الان سعيد كنا تفضل تفضل. يعني من المشاهدين الذين يتابعوننا في كل يوم عبر قناه الشروق، ونقدم لهم كل كبيره وصغيره بحياديه بموضوعيه وبمصداقيه بطبيعه الحال. سؤالي سعيد كناوي راهو يقول، نتمنى نقله لك مباشره وكاني انا اللي نطرح لك سؤال لانه الجمهور هو اللي راهو يتابع فينا، وهل جمال بالماضي هذا ما قدم والو للمنتخب الوطني؟ جمال بالماضي قدم للمنتخب الوطني في 2019 وجاب لنا كاس افريقيا النجمه الثانيه عندك وحده لا زاد لك نجمه نجمه احنا اسمع لا لا نجمه لا لا جاب نجمه جاب نجمه راني نهضر واش نقول لا راني نهضر ما تخش نجمه بصح سعيد نجمه ما كاينش ترينر عندك خليني من نجمه يا سعيد نجمه بارك الله فيه بارك الله فيه وكان في المستوى العالي افهم كان في المستوى العالي وكان قايم بالدور نتاعو كما ينبغي وكان ساندوز ما ننساوش الدور نتاع رئيس الاتحاد هذاك الوقت خير الدين زطشي اللي كان ثاني رئيس الفيدراليه ما نقدروش نقصيوه شنو نقصيوه؟ انا نهضر واحد ما قصر انا نهضر دوك واسالني انا نجاوب هكذا راك تدوخني دوخني سبحان الله لا 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 سعيد راك تهرب راك تهرب لا لا انا نجاوب سعيد راك نهمر خليك تهضر نجمه قلت نجمه قلت انا بالماضي بارك الله فيه قام بدور ممتاز وانا كنت اول المدافعين على الخدمه نتاعو على الشغل نتاعو وقلت بارك الله فيه متى دفعت عليه؟ دفعت عليه في بدايته في بدايته بعد النجمه وقبل النجمه؟ لا قبل النجمه اثناء النجمه اثناء النجمه بعد النجمه وبعد النجمه متى توقفت؟ انا من الكاميرون انا عندي بالماضي افقد المصداقيه نتاعو هذه تكون كسوسوا اونترينور ناسيونال ولا وزير ولا مدير ولا كذا عندك مهمه فشلت فيها قدم الاستقاله نتاعك راح هو مور كاميرون سعيد نيل نيتان ديسبونسابل يا سعيد بصح هو اسمع مور كاميرون راح الفوتبول 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 مش الفوتبول كاين رجال جازوا وراحوا وماتوا واستقالوا وكبار يا سنه الحياه يا اخي انت انا نقول راح مور كاميرون شفت اللي صار خرجت من الدور الاول اليميني من لاكوب دي موند يا اخي قدم الاستقاله نتاعك وتروح لو كنت كنت مدرب لو كنت كنت مدرب الوطني اعطيني الاستقاله اعطيني شوف الاستقاله لا 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 اعطيني شوف الاستقاله لا 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 دقيقه دقيقه هذا كلام لا لا ماشي كلام لا لا ماشي كلام لو كان جيت انت مدرب وطني وتخلص ماشي سهل باش تستقيل وتخلص 200,000 واسمو اورو سعيد ما تستقيلش تتهم بالك دافع عليه إيه مانيش شكون راك دافع ما تستقيلش انا لو كنت كنت في مكانه ما نستقيلش فهمت علاش ابراهيم انا جاوبتك خويا أنا جاوبتك بالماضي بعد الكاميرون فقد المصداقية نتاعو عند كثير من المحبين المنتخب الجزائري وعند كثير من لي كونيسور يعني يا دي برينسيب دون لا في الراجل عيطوا له قعد 20 يوم شاف باللي ماشي هذه الطريق إلى دي في هو ثاني يحتاج دراهم هذا شاف 208 يورو وشاف الاستقالة قال لك لا نرجع من حقه من حقه رجع وأنا من حقي نساندك أو نجي ضد العمل اللي قمت به هذا ما كان كاين سؤال كشخص كاين سؤال اخر لي عبد الكريم بيره من مشاهدينا الاعزاء الذين يتابعون برنامج افريكان شو واوفياء ايضا لبرنامج افريكان شو على قناه الشروق عبد الكريم بيره هذا السؤال موجه ليك هل ترى بانه اقصاء المنتخب الوطني الجزائري من كاس امم افريقيا 2023 مستحق يعني نستاهلوا نخرجوا الشيء اللي شفناه ياكد نايتي اكوتي دو لا بلاك اوسي نكونوا صراحه اكوتي دو لا بلاك بارابور سي تي ريسبونسابيليتي كوليكتيف ولكن الانسان اللي يقود عنده دور لانه هو اللي يدير التشكيله وكما قلنا التغييرات والشيء اللي شفناه انه لي ميم زيرور عاودوا تكرروا ديورون لو تورنوا وهذا الشيء اللي خلانا خرجنا وما صرنا واش كنا نقولوا راه بين يدينا صح وهضرنا على لافيرسير ديريكت تاعنا اللي هو لا موريتاني باللي ها واش فيه واش عنده ويقدر يجي باسكو لو كوتي بسيكولوجيك سي ابراهيم سي با كيك شوز دو كونكري هو كيفاش كان لاكت كان كومبورتمون وكان لي ديسيزيون تاعك ثلاثه انا نقدر ناثر فيك بالكلام بلو كومبورتمون تاعي وبلي زاكت هذا راح يكون عنده انفعال ديريكت انا حبيت برك نرجع واحد الامر سي ابراهيم ومهم كثير احنا بعد ل 2019 فزنا بلاكوب دافريك ما شاء الله شوف نهار توضع ان امبلوي لا فيديراسيون او دسو لا ستريكتور صعيب شي وكاع اللي جاوا من بعد نقولوها صراحه ياك حنا رانا في بلاطو
علاش نتخباو؟ هذا هو اللي خلى الجهه هكذا، خلانا دغري ما راناش نكذبوا، باسكو رب العالمين راح يحاسبنا على 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 الحقيقه ولا كذبنا. زاد شي شامبيون دافريك تانيك مع ليكيب ناسيونال، علاه ما حضرش في واحد الصوره ما راهوش موجود؟ جزائري لا كان رئيس منتخب رئيس اتحاد ما لازمش نهار. ودوك حنا راهو نكونوا صراحة، هادو اللي راهم يديروا شكون؟ قرارات فوقيه ما عندهمش حق يزيدوا يدخلوا. انا صادي حاليا هو اللي يجيب له لونترينور ناسيونال، سي نورمال الدوله دعم بامكانياتها منا ونكونوا صراحة. ولو بروفيل اللي خيروا على بالك حنا هذا هو البروبليم اللي عندنا، شايدينها من النص وعلى بالك نمشيو مع الموجه، لا لا ما تشدهاش من النص، كون ثابت برك في كلامك وشنو؟ يفوا اتر كونفانكو بور دو بور كونفانكر لي زوطر، انت لازم تكون كون. هادو لي سيفي اللي راهم طاحوا عند لي ماناجر، يقعدوا غير هاد لي ماناجر من الاحسن ما يدخلوش روحتهم في ليكيب ناسيونال. البريزيدون دو لا فيدراسيون يكون ثقيل، يكون مور، عنده اون سيليكسيون ناسيونال، اولا اللغه مهم، لازم اللي يجي يقود المنتخب واش يكون؟ يتكلم باللغه اللي فهموها اللاعبين. اللي يقود ليكيب ناسيونال يعرف لي كونتينون افريكان، باسكو لي كونتينون افريكان اللي نمشيو لا كوب دو موند ونروحوا بالك نجيبوا لا كوب دافريك الجايه. اللي يشد ليكيب ناسيونال نو سيريس يكون يعرف شكون هي الجيري. هضرت على رينار، هضرت على هالي لوزيتش، هضرت على كوركوف، هادو هما سي دي زونترينور سبق لهم وخدموا. صح. وكيما نهضروا على لي زونترينور ناسيونو، تبعني مليح سي ابراهيم، احنا الميدان هو اللي يزكي بنادم. اذا لازم ان اونترينور ناسيونال وهو مقتنع به يحط ان اونترينور ناسيونال. اذا كان جاب ان اونترينور اترونجي ما لازمش يكون دو لا ميم ترامب، نتفاهموا، لازم يجيب بان بلوس احسن، لازم يدير ان بون دياغنوستيك، ولازم يمشي بالليكيب هذه القدام. سؤال اخر لحاج عدلان ونفس السؤال لياسين معلومي من احد المشاهدين. حاج عدلان ياسين معلومي، نبدا معك حاج عدلان ونفس السؤال لك ياسين. لو تلتقي جمال بالماضي فيس تو فيس، وجه لوجه، واش تقول له؟ نسقسيها الاختيار تاع القائمة الرسمية اللي راحت، والثقة العمياء اللي دارها في الكوادر تاعو اللي ما ردولوش. لايتي دار ثقة كبيرة كبيرة صراحة. نقول له اسكو حسيت روحك باللي تشايتي طرايي؟ ياسين معلومي؟ أنا عندي سؤالين جمال بالماضي. السؤال الأول هو كيف المدرب الوطني اللي جا للمنتخب هو يستعمل في بن رحمة اللي بدا راه الدانيير مينوت بن رحمة ما كاش في لا ليست. أن دو صا باين علاش ياسين؟ مش عليه أنا نوجه له سؤال بيناتهم، صرا بيناتهم الناس كاع شافت في التلفزيون. سؤالي الثاني على ياسين إبراهيمي. أنا كلما نشوف الفوتبول اللي يديرو ياسين ابراهيمي البطوله القطريه اليوم، هذا رايي انا لما نشوف الفوتبول انا ماني اي ما ندير لا تكتيك ما والو. اكثر لا تكتيك انت، تكتيك انت رايي انا نشوف ماشي كيما ياسين. نشوف زيد امير سعيود، زيد له زيد له امير سعيود، زيد له سعيود، زيد له علاش زيد له من دبقه، زيد له من دبقه، زيد له. اسمع بصح صبر ياسين، انت هضرت على دو جوار، واحد نحكي ما خبش معاه نحاه والاخر قال ديكلاراسيون مور كاميرون. تخصك الصحفيين هضروا على الصحفيين، ما نحضرلوش على الصحافه ولا غير انتم اللي تهضروا على الفوتبول. اي هذوك لا 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 اليوم انا علاش تهضر تكتيك؟ سعيد كناوي لما جيت لكرة القدم وكنت نعطيني فريق بني مسوس لقيتني في الفوتبول ولا ما لقيتنيش؟ انا من 93 وانا نهضر في الفوتبول. انا ما نهضرش تكتيك مو بصح، يعجبني ان جوار كي واسمه ابراهيم. انا ما نهضرش ياسين حبيت تخسر بالله عليك، انا ماني نقول له تلعبوا ولا ما تلعبوش. ياسين معلومي ما على بالوش علاش ما داش ياسين ابراهيم؟ ما على باليش انا. ياسين لا لا ياسين لا 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 هذا ما قبلهاش من عندك. لا 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 راني على المباشر هاي الكاميرا والله ما قبلها من عندك. الا عندك معلومه قول لي انا ما داش ابراهيمي. دار ديكلاراسيون مور كاميرون قال له ماشي غير قاسم اللي غلط، واش معناتها ميم لونترين غلط؟ لا ياسين لا لا كل عام. علاش ياسين ما عندوش الجرأة باش يقولها الان في بلاطو؟ واش نقول لك علاش؟ واش نقول لك؟ اكزاكتومون قول انت عندك المعلومة. نقول لك انا في المعلومة المهمة، خلينا المعلومة المهمة، خلينا المعلومة المهمة بعد هذه المعلومة تاعك، انه ياسين ابراهيمي اتصل بالمساعدين تاع جمال بالماضي وقال لهم من فضلكم قولوا للمدرب الوطني ما زدتش يعيط لي. هاي معلومة كيفاش تقول انت علاش ما تزكيش ياسين؟ ربما مش هذا هو السبب، ربما مش هذا هو السبب، ولكن ياسين ابراهيمي لما كان في المنتخب لا ولما كان في المنتخب في وسط اللاعبين يحس باللي ربما
ما المدرب الوطني بالك ما يعتمدش عليه بالك كان يلعبون شحال مباراة لعبوا كأساسي ما لعبوش ياسين إبراهيم قليل لا لعب شحال مباراة ياسين يجاوبك بسؤال بسيط اش يقول لك يقول لك انا ياسين ياسين إبراهيم سي ان غران جوار سي ان تري بون جوار خيار تقني ما يدخلش في الاستراتيجيه نتاعي اللي راح نلعب بها لا في كوب افريقيا لا ما ماش ما يدخلش استراتيجيه اي هذا المره ما يدخلش لا شونجي علاش ياسين معلومي ما قدرش يقول انه في وقت وين كان لازم على ياسين ابراهيمي يعني يدعم المنتخب الوطني بعد حادثه قصامه مشى لهم بصح خلينا دوك هو اسمع هو ستان جوار بصح ما قدرش نقولها ياسين معلومي نقول انا علاش ما قدرش نعرفوا جمال بالماضي سي تان سي تان سي تي ان بيرسون دو كاركتير هكذا داير يحبك ولا يكرهك أو سبحان الله لازم نكونوا خارجين مش عارف اللي باش تفهم هذا الانسان هذا راه اتريما قبل ما يكون اونترينر الديكلاراسيون تاع ياسين ابراهيمي قامت له لا نون سيليكسيون بوان بار وياسين على بالو سعيد بن رحمه كيف كيف كي خرج ما خرجش معاه عطاه ب ب ب ب تاع باللومي هذاك ملتم خرج من الحسابات يا ابراهيم الناس كاع على بالها على هذه لازم يديكلاريها هو يقولها لنا جمال بالماضي ابراهيم تو الموند سي على ما صراوش ديكاباري مع لي زونترينر في لي غروند ناسيون صراو دي كاباري دي ديسيبلين واللي خسرك في المباريات واللي خسرك في المباريات يدخل في الحسابات ماذا تقصد؟ نقصد لاعبين مع ناقت لهم ولا جمل خارجين الموضوع ولكن كل خطره شفناهم بريمي ماتش دوزيام ماتش تروازيام ماتش ليكيب الدور ما شاء الله نلعبوا دروات نلعبوا غوش كنا دونجورو اون اتيري او بوت ربحنا لي ديال لحقنا لي بيت نحل اللعب المليح ودخل اللعب اللي يبقى علامة استفهام علاش كان يلعب وقف له ليكيب سي ابراهيم هذه هي سي ابراهيم تفضل حبيت برك ندخل في واحد الامر كونتي ساجي تكون اونترينور في ان كلوب ولا ان سيليكسيون سي با ان بروبريتي بريفي حاجتك انت قال ما نتفاهمش معاك والله ما الدور قدامي في حاجتي بصح اذا كنت اونترينور ناسيونال ولا اونترينور دو كلوب ونشوف اللاعب هذاك راح يفرحني وما عنديش كيفو ونقدر يقدر يفيدنا سكون ابير لا كومباتيبيليتي بسيكو فونكسيونيل ياو هذا ميتي ياو باش تدخل له كاين دي ساكريفيس ديرهم وكاين هذاك لو ستاف لارج يقدر عنده دور يديرو سي الحاج لا كوب دافريك اللي داتها لوسما ولا سوبر كوب اللي كنت فيها انتايا عبد الحق ما كانش واحد ويافي تو تان ستاف ديريار وكاين هذاك لو ترافاي انفيزيبل كي سو في فيزافي دو جروب صح ولا لا هذا اللي يخلي كامل الناس تركب وكيف كيف ستادير دو رامني تو الموند فير لابون كاين حاجه اخرى ولازم هذا نقولوه اليوم راه خلاص ليفينمون عايننا شخصنا وقفنا وين كان الضر اليوم ما راناش نهضروا على حاجه اللي مازال ما صراتش حاجه اللي صرات اللي جازت دونك غير اللي حب الانسان اللي ما يستنتج وما ياخذش العبر اللي يخدم يخطا ولا لا لا سي ابراهيم صح اللي يتعلم الاخطاء ولكن واحد يتعلم الاخطاء نتاعو بصح اذا كانوا نفس الاخطاء عاودوا تكرروا هنا حبي يقول انت عندك اقدميه ما عندكش تجربه باسكو اللي عنده ليكسبيريونس هذاك اللي يخرج لو نيجاتيف من لو بوزيتيف وما يعاودوش بارك الله فيك وزيد لما تكون مسؤول على فريق ولا منتخب سي ابراهيم ما راهوش كيما اللي بيتي واحد اخرين راك مخبي راك بيلوت او باين راك ميكانيسيان راه باين تاع اونترينور دو فوتبول كل موند اونترينور كاين امور على قولتك فوتبول تاع ميروار لو تيران هذاك تاع ميروار قبل ما نروحوا فاصل اشاري ياسين ما تفضلك ياسين معلومه مهمه فاصل اشاري ورد شنو السؤال واسمه اللي طرح له خليه انا هنا نطرح لك الاسئله ياسين معلومه وانا طرح لك سؤال ياسين معلومه انا طرحت لك سؤال طرحه لك مشاهد وما جاوبش ما جاوبش يتهرب يتهرب من الاجابه نعطيك واحد الارقام ونخرجوا فاصل اشاري جمال بماضي مع المنتخب الوطني الجزائري لعب 64 مباراة 65 البارحة من مباراة 65 البارحة 65 فاز ب 41 مباراة يا سعيد يا كناوي تعادل في 17 مباراة بهزيمة أمس ستة. سبع مباريات تعطي لي كلمة على هذه الحصيلة اللي قلتها لك كلمة واحدة تكفي كلمة واحدة ما كاش لك دب في الفوتبول الإحصائيات تكذب الأرقام تكذب ماتش أميكال رست ماتش أميكال ماتش أوفيسيال خرجنا مرتين من الدور الاول وخرجنا من كاس العالم او التاريخ او التاريخ واش غير ما خلينيش هذا واش يحفظ التاريخ ربحت السنغال في السنغال ونخسر مع موريتانيا في الفوتبول سي بونسيون اكزاكت نعم. ما ندخلوش في مواضيع ثانيه صايات بيلون كدبك بيلون بوزيتيف لعبك في دات فيفا دوك اكتيالمون ما عندكش وقت كبير
واللي ماتش اميكو عندنا في الكلاسمون. نعم مشاهدينا الاعزاء فاصل اشهاري ثم نعود. اهلا بكم متابعينا الاعزاء في هذا الجزء الثالث من برنامج افريكان شو، وهذا النقاش الساخن هنا في البلاطو والمثير بين محللين. قبل ما نروح للركن تكتيكان لتحليل مستوى بعض اللاعبين الذين اعتمد عليهم بالماضي وقال حاج عدلان بأنهم خذلوه في ثلاث مباريات وأيضا مباراة موريتانيا وأيضا التحليل المعمق مع عبد الكريم بيرا، عاشور من ورقلة طرح سؤال فيا ياسين معلومي من خلال ياسين معلومي لسعيد كناوي، يقول في هذا السؤال ياسين معلومي: يا سعيد يا كناوي، راه يهضر معك عشر من ورقلة قال لك بنفس التشكيلة يعطي لك تحكم المنتخب الوطني، وش تدير؟ كأي مدرب سنتوري دي جون كومبيتون تكنيسيان كل واحد في مكانه، لذا كان نقدر نمد 20% ل 30% البقية تزيد لي 60-70%، وحنا لحقنا المستوى العالي. وأي مدرب مهما كانت الصفة نتاعو مهما كانت التكوين ديالو إذا كان راح يشتغل وحده عمره لا يكون في الحق الأهداف اللي ينتظرها المنتخب وكلك سوا لو نيفو. باسكو اليوم الفوتبول مودرن ماهوش كي حنا كيما قال حنا في التكوين نتاعنا زمان، حنا لونترنور دو غارديان دو بيت، حنا البريباراتور فيزيك، حنا نديرو كل شيء كل شيء انت ديرو كمدرب وتكوننا بالطريقه هذه. اليوم لو فوتبول اصبح العلوم لا سيونس تجي كدعم لتطوير الفريق ولتطوير الكره. نعم سونتوري وفي كل مجالات سونتوري دو جون كومبيتون، اي واحد يقدر ممكن اذا كان عنده تكوين يقدر يلحق للنتيجة ويدير أحسن من اللي دار. على كل حال المنتخب الجزائري ما يخرج من البريميتور أقل شيء. أي مدرب جزائري مش أنا، أي مدرب جزائري يدير نتيجة في الثلاث مباريات هذه ما يخرج من، على الأقل ما يخرج من البريميتور. سيد كناوي لحقوني حوالي 300 رسالة في حساب الفيسبوك الرسمي الخاص بي، والله ما نقدر يصير معلومة نقراهم قاع. أسئلة لمحللينا الكرام، يعني نوعد الجماهير فقط مشاهدينا عبد الكريم بيرا في برنامج أفريكان شو على قناة شروق بأننا غدا بإذن الله سنفتح المجال للأسئلة في الصفحة الرسمية هذه، والمحللين راهم واجدين هنا بكل صراحة، صراحة سعيد كناوي، أيضا الطريقة المباشرة اللي يتحدث بها حاج عدلان والطريقة المميزة أيضا اللي يتحدث بها عبد الكريم بيرا، وأيضا جرأة ياسين معلومي اللي كانت شوية اليوم ناقصة نقولها أيضا مباشرة. إن شاء الله تكون جريء غدا إن شاء الله ياسين معلومي لتجيب على كل هذه الأسئلة من المتابعين. ما تجيش، ما حبيتش تجي. كاين وبداية من الساعة العاشرة، أنا قلتها لك من الآن. بداية من الساعة العاشرة. إيش فعلا؟ مشاهدينا الأعزاء مباشرة إلى ركن تكتيكا. إيش فعلا؟ الله يكرمك. مشاهدينا الاعزاء ركن تكتيكان مع عبد الكريم بيرا، حاج عدلان وسعيد كناوي، لن نضيف ياسين معلومي لانه لا يريد الحديث ولا يحبذ الحديث من الناحيه التكتيكيه. الصوره الاولى عبد الكريم بيرا تفضل. هنا درت ان كومباريزون بين لي دو ناسيون لا سيليكسيون تاعنا وتاع لا موريتاني في ليكيليبر بالنسبه ليتيليزاسيون تاع لو تيران كامل في لا فيرتيكاليتي. نشوفوا تاعنا على اليسرى 49%، نشوفوا موريتانيا 37، نشوفوا في اللاكس 23-31، بين موريتانيا وحنا 49-23 يان ديكالاج، ونشوفوا 26 الجهه اليمنى. تشوف بلي لو كوتي غوش خدم بلوس كو لو كوتي دروا دورون تو لو ماتش، سي با لا بروميير ميتون، باسكو لو كان نمشيو لا بروميير ميتون نشوفوا بلي لو كوتي دروا تاعنا كان قريب بزاف، باسكو النشاط اللي داروا والناس بوداوي وحتى عطال اعطاني كيليبر مايور بارابور لي دو ماتش اللي جازو، وكي تلم في لي شونجمون ها هو اللي صار. بصح شوف المنتخب الموريتاني سي ابراهيم 37-31-31 قريب بزاف لي كيليبر تاعو، كان يمشي بسيدي عمار اكو ادروات وكان يمشي بكوتي اغوش. دونك هذا يبين انه اون سيليكسيون ال دو افوار سون ايكيليبر، والشيء اللي ما لاحظناش طيله ثلاث مباريات. الصورة الثانية لعبد الكريم بيرا من الناحية التكتيكية تفضل.
هذه سيت اون سينتاز توجور في لا كومباراتيف نديروا المقارنه المفارقه والمقاربه كذلك نشوفوا لا بوسيسيون صح 546 وهم 122 بركه بصح في الاخر اون بورسونتاج صح امتلكنا احنا 75 كي تهضر في الفوتبول اليوم قال انا اون بوسيسيون 75 بصح وين 75 بارابور ليه حنا 145 تمريره وين درناها درناها في لو ديرني تيار هما 51 شوف بارابور لو بورسونتاج نشوفوا باللي لي باس اون افون فير القدام على بالك الكره القدم تلعب القدام نشوفوا هادو احصائيات ما نكذبوش على روحتينا هنا دخلنا في السكانر وجبدناهم بصح سو لو بلان تكنيك اون بو لي انتربريتي ونخرجوا لا سينتيز تاكتيك نشوفوا باللي 68% تلعبنا القدام هما 78% شوف الفرق هما لعبوا بلوس في لا فيرتيكاليتي نشوفوا باللي حنا صح لي بالون اللي لعبناهم القدام في سيتادير في لو كونتفيرس حنا لعبنا 289 هما لعبوا 123 بصح 123 بارابور لواش بارابور 182 دونك هما ما لعبوش كثير عندهم لعبوا بلوس عندنا اون بورسونتاج سي 68% تشوف لهنايا كذلك لي بالون اللي تلعبوا في لو كونت تاع كل منتخب نشوفوا المنتخب تاعنا لعب 48% المنتخب الموريتاني لعب 32% ما كانش يرجع للوراء لانه لا بروفيتي لا فيرتيكاليتي مع كيما حنا نقولوا لا رومونتي تاع لو بلوك والتعب اللي ظهر عند لي ديفونسور وهذا الدعم للشوا تكتيك عبد وكمل زيد بالنسبه لي ديوال نشوفوا احنا في لي ديوال يا 121 ديوال لي ديوال ارا دو تار هما كانوا خير منا فازوا ب 55 حنا 44 لي ديوال ايريا هما فازوا حنا ب 36 هما فازوا ب 63 لما تكلم على لي ديوال لا بوسيسيون ومن بعدك لا ريكونفيرسيون لو بلوك ايكيب ونشوفوا النتيجه النهائيه نقول حنايا كاين اون رياليتي اون لوجيك ان بورسونتاج كبير في هذا الوقت اللي تهضر فيه الان نعم لحقتني رساله من مصطفى بصغير متابع ويتابع فينا الان ككل المتابعين وضعوا ثقه في برنامج افريكان شو لمتابعه كل كبيره وتحليلات بمصداقيه من محللينا سؤال لي عبد الكريم بيرا لو كان يعرضوا عليه تدريب المنتخب الوطني الجزائري هل يقبل وهل باستطاعته تاهيل المنتخب لكاس العالم مسؤوليه تكليف نشيد شريف انا اونترينر بروفيسيونيل قادر على شقايا وخادم ولكن ماشي انا نطلب لا المسؤول هو اللي يخير انا ضد المدربين اللي يحطوا مهما كان المسؤول اون فوتبول يفو كون تو شوازي نخيروك اذا انت تتماشى بروفيل تاعك ريبون اللهم بارك هذا شرف كبير انا دربت المنتخبات الشوبانيه والمنتخب العسكري وخرجت لبرا ولكن انا ما رانيش نقول راني حاب ندرب المنتخب هو فخر وشرف كبير لاي واحد يحب يوصل سي لا فيناليتي انا جلست على لو بوست دو دي ان وجبت روحي انا البوست ما يخلعني انا اللي يخلعني تعرف شكون هو اذا نخدم صلاحياتي وقادر نحقق الاهداف نمشي حتى وتخيرني ونشوف باللي المهمه كبيره عليا عندي الجرأة نقول لك يرحم والديك تبارك الله فيك روح شوف غير انا ما نقدرش نعم لنمر ايضا لصور تكتيكيه اخرى ل ايضا تمريرات اللاعبين فوق المستطيل الاخضر رساله اخرى من متابعينا سعيد كناوي نبيل كوسيلا راهو يقول لك يعطيك الصحة عمي سعيد قلتها قبل ما تبدأ كأس أمم إفريقيا الفريق هرب من بالماضي نعم وهذه احنا كما قررنا في آخر العمر وكما مقبل تفضلوا قال لك كانت تجربة الأقدمية التجربة نتاعنا أنا في 97 كنت في ليكيب ناسيونال إسبوار 95 كنت في ليكيب ناسيونال جونيور دونك بليزو موا نعرفوا هذا على الأقل نعرفوا شوية الفريق نتاعو هرب أنا بور موا ماهيش قبل أفريقيا هرب عنده تقريب سنة. كيفاش هرب عليه بصح واش حاب يقصد باللي راح له من يده؟ راح من يده كونت ان اونترينور ناسيونال. هو اللي خيروه ما يقدرش يلعب لنا ثلاث مباريات. يلعب ثلاث مباريات، مباراة ما تشبه المباراة، عرف باللي هذا المدرب هذا راه رايح في الطريق ما نقولوش هرب من يده، نقول له بالك راه في الطريق الخطأ. راه في الطريق الخطأ. بون فورميل، اون بلا كومبيتيسيون. هنا ندخلوا في نخموا اسكو لا بريباراسيون تنديرت؟ نعم. ريالمون افيك دي الناس اللي ناس اللي عندهم مستوى افيك دي زوبجيكتيف بور اتان حاج عدلان يحييك 81 مباراه عز الدين من غردايه يقول لك شكرا على تحليلاتك
الرائعة. شكرا لك زين. بصورة أخرى من الناحية التكتيكية لنواصل آدم والناس وما قدمه في مباراة موريتانيا على الجهة اليمنى التي كانت غائبة في المباراة الأولى أمام أنغولا، كانت غائبة في المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو، لكن بدخول والناس كأساسي عاد التوازن في المستطيل الأخضر عبد الكريم بيرا، وشاهدنا أيضا تنوع في اللعب من الجهة اليسرى ومن الجهة اليمنى. بوداوي والناس وعطال دخلوا 15 مرة حتى 16 مرة بالنسبة لكولوار انترميدير ولكولوار اكستيريور، نشاط كبير داروه. الناس اللي تعرف الكرة ما عندها ما تشوف، احنا لي دو ماتش الاولين ما دخلناش اوتون دو فوا، والرسم هذايا البياني يأكد انه علاش خرجوا في الشوط الثاني؟ هذا هو مسؤول عليها ويتحمل مسؤوليته. لا ماشي علاش خرجوا، كيفاش بدلوا المنصب؟ هنا كان كما تفضل له وجدها الشيخ عبد الكريم، شوف اللوحة تتكلم على نفسها، كيفاش بدلوا المنصب؟ هذه تقريبا في 45 دقيقة فقط ردوا في وسط ميدان وراء المهاجمين، يعني على جو المحرز بدل المنصب؟ هاو المشكل وراه ردوا نفيد ميولا في يعني محور وسط ميدان هجومي، وانا نعرفوا باللي ادم والناس ما عندوش لي بريديسبوزيتيف باش يلعب في هذاك المنصب، كان خلاه في الكوتي دروا كان يكون بلي دونجيرو. نعطيك صورة محرز كي دخل لادفيرس، قراءة خاطئة من المدرب على هذا السبب، قراءة خاطئة درس ولكن درسها بطريقه. خلينا نشوف صوره محرز ماذا قدم واعطي لي رايك سعيد كناوي. هي صوره تمريرات وتمركز رياض محرز في مباراه موريتانيا، والصوره تتحدث عن نفسها، 1 2 3 4 5 6 7 8 تمريرات من اصل حوالي 13 تمريره كلها عاد بها للوراء، وكانه لعب بلاعب ثاني متغير كومبليتمون. يعني شوف كل منصب وعنده المهام ديالو وعنده النشاط ديالو وعنده متطلبات ديالو. الجوار كما والناس وعطال سي دي جوار اللي حبوا يدخلوا عندهم هذوك زانفيلتراسيون، يعني يدخلوا يدخل يبروفوك لادفيرسير، عنده يبروفوك لادفيرسير ويروح يدخل ويعمل يا فتحه يا تسديده يا تمريره افيك دي دوبلومون افيك دي باسون بروفوندور. هذه شفنا كل شيء. هذه اللوحه خليني محرز نشوفوا لي باس نتاعو، دار لا سوليسيون لا بلو فاسيل اللي هي استرجاع الكره الى وراء. لا شفنا اللوحه، شفت اللوحه الاولى اللي وريتها، شوف لا ديفيرونس بين لا بروميير ميتون ولا دوزيام ميتون، فرق كبير. وزيد الحاج عبد الكريم مع منتخب ممكن يمشي لوراء، تحتاج لو تيب دو جوار بروفوكاتور كي فيكس يفون لا ديفيرونس ان كونتر ان، اما كي تلعب للور سا دوفيان ان جو تساعد وزيد تساعد و وشي اللي صار. عبد الكريم بيرا عندنا صوره اخرى، لكن قبل ما نشوفوها لهذا اللاعب استذكر ما قاله سعيد كناوي، عندما يخطئ نقول اخطا، عندما يقول الامر فيه شك نحاول ان نتناقش معه لتغيير رايه او لسماع راي اخر يفيد البرنامج ويفيد المشاهد الكريم، لكن عندما يقول امر يتحقق وهذا الامر كان عنده بعد نظري من الناحيه التكتيكيه، فنحن هنا لكي نقول معك حق يا سعيد كناوي عندما كنت تقول بانه عمورة لاعب ما نبنيوش به الهجمات، عمورة لاعب يدخل في الاشواط الثانيه عندما يكون المنافس يصعد ويخلي لك فراغات في الخلف، وهنا نستغل سرعه عمورة وايضا توغلاته في المستطيل الاخضر. شاهد هذه الصوره لعمورة في تقريبا شوط وحوالي ربع ساعة إضافية في شوط المباراة الثانية، هي صورة واضحة ماذا قدم محمد أمير عمورة عندما دخل أساسي وعندما كان يرتكز عليه اللعب لبناء الهجمات. تفضل سعيد. لا كل لاعب عنده نقاط القوة نتاعه وعنده نقاط الضعف، ما نقولش باللي عمورة يعني لا يوجد جو بوزيسيون يعني يلعب بظهره، لا يعرف يلعب وعنده مؤهلات، ولكن هو اخطر لما يكون عنده مساحات وراء وراء المدافعين من جهه، عمورة اخطر لما ليكيب نتاعو تلعب اون كونتر اتاك، عمورة اخطر لما تكون عنده سيرتين ليبرتي في التحركات نتاعو في الهجوم، يحب يلعب على اليمين يحب يلعب على اليسار يحب يلعب، ولكن بيان سور يكون تناسق في المراكز، ولكن عمورة سي با لو تيب دو جوار اللي تخليه في مكان جانب التكوين تاعو. هذا محمد امين عمورة مش مكون باش يكون وسط ميدان هجومي ولا نافذ مي، عنده لي بوان فور كما قال سعيد،
اللي هما يحب لي زيسباس ويحب لي كونتر ويحب صح. يحب يروح يبروفوكي والمشكل يا حاج عدلان انه عموره دخل اساسي في مكان لاعب قدم مباراه كبيره في لقاء انغولا وقدم مباراه كبيره في لقاء بوركينا فاسو. هل يعقل يا عبد الكريم يا بيرة ان تغير 5 لاعبين في مباراه مصيريه وتنزع اللاعبين الاساسيين اللي قدموا مباراه كبيره كيوسف بلايلي؟ شوف توغاي كان ضروري يدخل ولا توبا ولا حتى بالعيد اللي كان ما لازمش يدخل هو عوار. شوف عموره مقارنه مع والناس وبوداوي عموره ما لقاش كل يلعب معاه. عوار كان كنا نلعبوا ناقص واحد. عندنا صوره عوار اذا لا 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 بصح مقارنه العموره كان ناقص واحد. نعطوك صوره عموره ونعطيك صوره عوار باش عوار يعني عوار في لوكا طروا طروا هو اللي كان يلعب على لو كوتي غوش في لانيماسيون ما كانش يروح لقدام يسو بروجيت با ما كان يروح لقدام ما كان يلعب عموره في الوقت الكافي وما كان يخرج باش يطلب الكره. هذا ما صعد بالكره وجاب لو دونجي هذاك ما دوموند القدام وما لعب هذاك اللي راه في لو كوتي اغوش اللي هو عموره. دونك عموره واش ولا هذوك لي بالون لون في السماء ما يساعدوناش خاصه مع وجود الظاهر الايمن الموريتاني اللي ما صعدش كثير قاعد ثابت في المنطقه تاعو. وعموره اذا ما لقاش المساحات الفارغه في ظهر المنافس ضروري يلعبوه صح. هذا الشيء اثر عليه ولكن بليلي سي ابراهيم لو الناس قاعد على اليسرى وعموره مشى اليمنى بلايلي على باك في لا كونيكسيون في الربط مع بونجاه كان يقدر يلعب هنا في دمي ولا اون بلاي ميكر. نقدر نقول لك لو كان دخل بالليلي عندنا صور بلايلي ديريار كان عموره يلقى روحه لا بيركسيون كانت تكون مليح لي اون دو مع بونجاح وزيد ها هي صوت بلايلي. تخيل انه بلايلي قدم هذا يعني كاع التمريرات والتحركات في وقت قدره صح ميطو اقل 30 اقل اقل من شوط. ها هي يعني يوسف بليلي وش يقدر يقدم لك برغم من انه لعب كثير كرات طويله نحو البوكس. انا شاطر الشيخ عبد الكريم باسكو هذا عنده لي بريدوس ديسبوزيتيف باش يلعب اون لافي دمي ولا اون ميليو اوفونسيف. لو كان كان تغيير يكون هذا يدخل دارير وراء المهاجم اساسي بغداد بونجاح لا حتى ودخل في الشوط الثاني ويخلي عموره في الكوتي غوش ويخلي والناس في الكوتي دروا كنا نكونوا بلو دونجيرو على التغييرات اللي تنداروا ولا الاداء اللي كان في الشوط الثاني باللاعبين الاخرين. يعني نظن باللي لو كان خلى بالليلي خاصه لا كونيكسيون عرفوه مع بونجاح يقدروا يتفاهموا يعني حتى بدون ما يشوف زيد عوار عوار كما قال لك اول مباراه نتاعو ممكن يا البروبليم هذاك البروبليم دو كونيكسيون بينه وبين بعض اللاعبين اللي يلعب معاهم لاول مره مباراه رسميه من الحجم هذا يعني بطوله افريقيا يا في البروبليم هذاك من الجانب البدني البدني ما كانش حاضر ما كانش واجد. ومن جانب ثاني انا ما نحبش نتكلم فيه كثير يقول لك هذا انت خلينا نشوفوا صوره بوداوي سعيد كناوي ننتظروا في بوداوي وما قدمه في هذه المواجهه واخرجه جمال بالماضي امام دهشه ايضا المحللين والمتابعين لانه بوداوي جل تمريراته في هذه المواجهة كانت صحيحة وقدم إضافة وكاد يسجل أيضا برأسية في شوط المباراة الثاني. كيف للاعب تخرجوا وهو يقدم في هذا المستوى يا عبد الكريم يا بيرة؟ شوف أنا بنطالب كان ما يدخلش بوداوي ولا غير ظلموه عنده الجهد أو يلعب في الفريق نتاعو في فرنسا عنده ملاعب متعدد المناصب عنده نزعة الهجومية يدافع سي هذا سي ميليو تاع موديل اوسي راهو يلعب في مستوى العالي صحيح. وكان اللي يقول لك علاه بوداوي لا باش تعرف انه 3 مباريات في اسبوع وانت ديت معك 22 لاعب تاع الداخل وكامل في مستوى تقريبا كيف ضروري تغير. حتى امير عبدو غير 3 لاعبين بالنسبه للمباراه تاع امس كاين لاعبين اللي يطيحوا في فلوريت ما يقدروش يجاوبوا كاين اللي يدخلوا من دوزيميتو. اما بوداوي الحمد لله اللي لعب لانه في لا كونسوماسيون لا كونسومي لي 7 ميليو تيران كامل الى كونسومي لي 6 اتاكون ما كونسوماش غير 3 ديفونسور منهم بالعيد منهم توبا و ايه فوالا بالعيد وتوبا اللي ما كونسوماهمش. دونك لا ماجوريتي دي جوار كامل بارتيسيباو وانت اللي تديه لا. اذا ما راهوش واجد سي ابراهيم ما نديهش معايا وكان عروسي. اما اذا نديك راك 100% وهنا نعاودوا نرجعوا شوفوا زروقي وما قدم في هذه المواجهه من زروقي بريمير ميتو كريم بيرا ها هي ابراهيم تمريرات زروقي في وسط الميدان على بوداوي المباراه تاع الامس كان مفروض على من جانب البدني كان نحسوا بلي لاباس به ما راهو شايد وقادر يكمل المباراه. انا نضرب اللي التغيير تاع نعم. ما رايك في زروقي؟ لا زروقي نضرب كي يلعب وحده في ارتكاز يبوتونير في الرول تاعو ولكن البارح انا شخصيا لاحظت بلي كان ناقص
ما من جانب البدني وحتى لا بريسيزون تاع لي بال تاعو ما كانوش انتي با بريزي بريسي باردون ما يلحقوش للزملاء. مي نظن باللي حتى التغيير كان بوداوي ما يخرج يقدر يخرج هذا زروقي ويخلي بوداوي في الارتكاز وبن طالب زيد ندخل بن طالب وزروقي وحنا رانا كنا متاخرين في النتيجه نظن باللي دير زوج ارتكاز راك يفالي تخلي واحد وتربح واحد القدام باش يكون يساند المهاجمين تاعنا. كاين لاعب اخر سعيد كناوي كلمه برك باش نضيفها على الحاج واش راه يتكلم. ما ننساوش باللي عندنا ثلاثه احنا في الوسط اذا كان واحد ما مشاش راح يكون فيه تاثير سلبي على الثاني على الاثنين الاخرين باسكو الفوتبول هذا مثلث باسكو الفوتبول هذا سي دي كومبارتيمون في كل كومبارتيمون لازم يكون تفاهم بين اللاعبين ويكون تواصل. اذا كان عوار خارج الاطار عوار خارج الفورما عوار ما كانش تقريبا ما كانش في المباراه تاثر على بوداوي وتاثر على عطيت لي ان بون بالونس ابراهيم سامحني نديه معليش انا امس قبل المباراه طلعت وفسرت لي دو سيستيم دو جو اللي استعملهم موريتانيا والاشكال اللي صار مع عوار هو لا كري لو ديزيكيليبر. هما لعبوا فيك دو ميليو تيران دو بيفو لعبوا فيك كات اتاكون تقريبا دو اتاكون دون لاكس وهما علاش لو بروميير ريدو ما خلوناش نخرجوا بالبالون. في هذه الحاله لما يكونوا عندك 3 ميليو تيران ضد زوج عندك تفوق العددي ولكن عوار كان ابسون اللي صار وشنو زروقي وبوداوي ولاو يخدموا مع لي دو بيفو خلونا انه زادوا دخلوهم عند لا بيرسونترال تاعنا وكرينا الفيد هذاك بين بونجاح لي دو بيفو في غياب عوار. لو لي شونجمون اللي دارهم انا نقول لي شونجمون اللي دارهم بوجود بوداوي اوكيباسيون تاع التيران بوجود بالليلي بوجود شايبي كنا قادرين نطلعوا هذاك لو جو كور هذاك لو جو مويا راه دو تار كنا قادرين نركبو نربكوهم ولكن الكرات العاليه والطويله ساعدتهم. عطاني رايك في واحد اللاعب عبد الكريم ودرناه دروات ودرناه بريمير ميطا دروات مشات مليح مع بوداوي مع عطال ومع نعم تهضرت على عطال لدينا صوره عطال اللي كان احد أسلحة جمال بالماضي في السنوات الماضية ويقدم مباريات كبيرة. يا أخي هذا اللاعب إلا ما كانش مستعد من الناحية البدنية لماذا تأتي به إلى كأس من إفريقيا؟ وهي صورة عطال وما قدمه من تمرير. تخيل أنه كل تمريرات يوسف عطال كانت سواء عودة إلى الدفاع أو في وسط الميدان الدفاعي. إبراهيم في نفس السياق اللي تكلمناه على عوار. شوف عطال لقى روحه لما كان الناس يخلي له ديزاسباس بوداوي كانت تحركات ثلاثيه بين كانت امور ايجابيه صح كانت امور ايجابيه كثيره بريمير ميدان بعد خروج والناس وعطال شوف خرج والناس دخل محرز اللي ستاتيك واقف ما يتحركش اذا كان انت عندك ان بوطو قدامك ما تدخلش فيه ما تقدرش تدخل فيه محرز تعطي له الكره يفي سومبلون يدخل يغلقوا عليه يرجع لورا ولما يرجع لورا ماشي يدخل يدي يخلي ليسباس العطال يمشي في ظهره لا ما يمشيش في ظهره هذا الطريقه اللي لعب بها محرز الى بلوكي عطال لعب احسن ميطا منذ بدايه كان مع الناس كاس العالم هي كانت مع الناس حتى عطال ما كانش في اللياقه البدنيه اللي نعرفوه بها. انا تصور انت باللي هذا عنده اكثر من 3 شهور ما لعبش. تعطيني تفسير لتغيير جيتون لماذا ما عنده حتى ما عنده حتى معنى بالعامية اسمح لي على كل حال احتراماتي للتغيير. حنا كنا متاخرين في النتيجه والخصم كان يلعب مهاجم واحد حنا كيفاش نقعدوا باربع مدافعين خرج عطال بالك من نجم من جانب البدني ما قدرش يكمل المباراه كي دخل جيتو انت تزيد تخسر يعني لاعب اللي ممكن ماكش حماش يجيب لك الايجابي وعلاش تدي معك 26 لاعب وكنت قادر تدي 27 لاعب هذاك دوك لو شوا تاع لونترينر هو يتحملوا على كل حال. لا من التغيير اللي كان بين عطال وجيتون بالوقت اللي كنا فيه ناقصين متاخرين في النتيجه وحنا لازم علينا نسجلوا هدف باش نتاهلوا كان بالمفروض يربح ميليو تيران ويدير 3 ديفونسور عندك اتاكون واحد تاع الخصم. صحيح. مشاهدينا الاعزاء من الناحيه التكتيكيه نواصل الحديث عن بقيه المباريات التي لعبت اليوم وايضا عن الخبر الذي يعني منتخب كوت ديفوار بعد هذا الفاصل. اهلا بكم متابعينا الاعزاء من جديد. نتائج مباريات اليوم في كاس امم افريقيا ناميبيا تعادلت سلبا امام منتخب مالي وجنوب افريقيا تعادلت سلبا امام منتخب تونس الذي اقصي من كاس امم افريقيا من دور الاول وجلال القدر قدم استقالته رسميا من على
المنتخب التونسي. مباراة أخرى جمعت بين تنزانيا والكونغو الديمقراطية انتهت سلبا ب0-0، والمنتخب المغربي فاز بهدف دون رد أمام منتخب زامبيا، هدف اللاعب زياش. في هذه المجموعة المغرب تأهل في المرتبة الأولى. في المرتبة الثانية الكونغو الديمقراطية، وأقصيت كل من منتخبات زامبيا وتنزانيا. في المجموعة التي ضمت تونس وجنوب إفريقيا، مالي وناميبيا، المنتخب المالي احتل الصدارة ب5 نقاط، جنوب إفريقيا ب4 نقاط، وتأهل أيضا ناميبيا ب4 نقاط عن هذه المجموعة. ياسين معلومي، هذه هي نتائج اليوم مباريات الدورة ثمن النهائي دور 16. كاين فيش مليحة السبت المقبل، كاين فيش مليحة في الويتيام، نيجيريا مع الكاميرون، جاي كاميرون الفينال افونالات، مباراة القمة بين نيجيريا والكاميرون، مباراة قوية ياسين معلومي. شوف إلا شفت المستويات، أنا كاب فير اليوم سلمي، خلينا نعطيك مباريات الثمن. نعم، مباريات الثمن النهائي، نيجيريا تواجه الكاميرون، أنغولا تواجه ناميبيا، منتخب جزر الرأس الأخضر يواجه موريتانيا، المنتخب المغربي في قمة أيضا يواجه منتخب جنوب إفريقيا. في الجهة المقابلة منتخب مالي يصطدم ببوركينا فاسو، منتخب السنغال قوي القمة أمام منتخب كوت ديفوار، تأهل رغم الأداء الكارثي لأنه فاز بالمباراة الأولى بهدفين دون رد، والفرحة كانت كبيرة اليوم في كوت ديفوار. سنغال كوت ديفوار في أبيجون، لقاء قوي أيضا، مباراة نهائي قبل الأوان. المنتخب المصري يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية تواجه منتخب غينيا. غينيا كونتر غينيا، سين ديربي، يعني مباراتان قويتان في الدور ثمن النهائي، نيجيريا أمام الكاميرون، الكاميرون وسنغال أمام البلد المستضيف. حتى المنتخب حذاري ثم حذاري من كوت ديفوار. سي إبراهيم كانوا في الإنعاش، خرجوا من الإنعاش بصح صعب، حبسوا المدرب باسكو هذا مش حيأثر عليه. جون لوي غاسي، إقالة المدرب الفرنسي، المساعد تاعو هو اللي هو يكمل المباريات، هذا مش حيأثر عليها. نشوفوا دوك رد الفعل تاع اللاعبين، صحيح، فرصة أخرى، فرصة أخرى لهم. هي الحوصلة غدوة نديروها إن شاء الله بالنسبة للدور الأول، بارك الله في جوالات، لأنه فيه مقارنة مع النسخة اللي مشات، ونقول أنه بالنسبة للتهديف معدل تهديف أكثر من 3 مقارنة مع لافوا باسي. لافوا باسي لي تروا جورني ماركاو 65 بيت، اليوم في لي تروا جورني بلي ريزولتا هادوما سافوازين لي 90 بيت، والدورة بحد ذاتها اللي مشات سي 100 بيت. حاب يقول احنا مازال ما دخلناش لي زوتر ماتش اللي بقاو بارابور، مازال 20 ماتش، لي 20 ماتش اصافور شحال لي بيوت رانا رايحين بعيد، باسكو اون افي دي سكور كبار 4-2 4-0، والفوتبول هذا هو لو شارم تاعو، وكي يكون ان تورنوا فيه لي بيوت بزاف يل دوفيان اترايو. ونقول باللي كاين تروا ديربي بين لو بوزيسيونمون جيوغرافيك بين لي ناسيون تاع لافريك دو لوست، لما تشوف انت كوت ديفوار مع من؟ مع سنغال، تشوف نيجيريا مع الكاميرون، وتشوف لاغيني بيساو مع لاغيني، هذا يخليك انه تقول باللي دي ديربي فور. وغدا ان شاء الله سنتعمق اكثر في مباريات الدور ثمن النهائي في كاس امم افريقيا 2023 بكوت ديفوار. صدقوني والله غير الحوار كان شيق اليوم، مانيش حايب نختم، بصح لازم نختم، الحل وراه. ما لانه كان متنوع بالاسئله اللي سالتهم لا سينسيرمون، يعني كان استمتعنا والله العظيم، استمتعنا في لا احنا مستوى، بارك الله فيك، احنا مستوى امانه فقط حاجه عدلان. السلام عليكم خويا ابراهيم، امانه عليك، بلغنا السلام للسيد سعيد كناوي والصحفي ياسين معلومي، قلهم تحليلاتكم صحيحه والحمد لله ظهرت الحقيقه كامله الآن. شكرا جزيلا، شكرا لك ياسين معلومي، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. عبد الكريم بيرا، شكرا ميستر، شكرا، بارك الله فيك سي ابراهيم، شكرا، الله يجازيك، بارك الله فيك. سعيد كناوي حبيبي، بارك الله فيك. قلب اللوز اليمن نزلنا في قلب اللوز الثاني، راح فيك باسونال تاع قلب اللوز، ولا كرشك المنتخب اقصي وهو البارح جبنا قلب اللوز وجابوا عبد الكريم بيرا وبارك الله فيه، جابوا من مكان محترم، ما نجيش في الفتره تاع اللعب حابين نفرحوا هذاك القلب اللوز، هذاك هو اللي غلبش النمر، سامحني خويا قلب اللوز، لكن نشير فقط باش ما يفهموناش المشاهدين بطريقه قلب اللوز كان قبل الاقصاء قبل المباراه
كنا قبل المباراة جبنا باش نفرحوا به باش نفرحوا به وللاسف هذه هي كره مرسوات على كل حال. سيد كناوي بارك الله فيك. محشي 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 سي ابراهيم محشي ثاني محشي وتاع لو نايور محشي تاع لانجيروا غدا البرنامج بدايه من الساعه 10 واللي جابوا الخطريفات يعاودوا يجيبوا غدوه انا نجيبه ان شاء الله. بارك الله فيك حاج عدلان. شكرا جزيلا. صحه ليكيب التكنيسيان. تحياتنا سليم وبيت واحد يشوف فينا من اللي بدينا. وانا قلت لك الحصه الاولى يوم 10 جوان قلت لي الشو عندك الشو عندك تقال هنا راه فينا بارك الله فيك. اسمع حتى ابراهيم شاوش اللي سابق لمولودي في الجزائر قال لي هذه احسن حصه في الكعب. انا نحيي بالمناسبه حسين لياسمان باب الواد تحياتنا هو يعرف لي وراه في بوينه. شكرا لك سعيد كناوي. شكرا. اسمع المال ولينا نجوزوا اسمه لا فامي جودي اللي راهم هنا واللي راهم في الخارج وراهم في لا ريجيون انت لا كونكورد دونك هذيك الجهه لافامي جودي في حي لا كونكورد في الجولف جيراني نحييهم بالمناسبه. يسلم عليهم. شكرا الحاج عدلان البومبر الكابو كانينيري شكرا جزيلا. بونا سيارة سينيور. مشاهدينا الاعزاء شكرا على طيب الاصغاء والمتابعه. نلتقي بكم غدا بحول الله على قناه شروق نيوز بدايه من الساعه 10. بونا نوتي بونا سيرة توتي تشاو تشاو.